أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة خاصة وحوار خاص مع نجم مختلف، واحد من اللعيبة اللي جمهور الأهلي بيحبها قوي، واحد من اللي تمسكوا بالفانيلا الحمراء لأقصى درجة، واللي قدر في وقت قياسي يحط بصمة فنية كبيرة تؤكد على قدراته الكبيرة. النهاردة هيكون معانا في حوار من نوع خاص عمر كمال عبد الواحد الملقب بجوكر الأهلي. في 12 يناير الماضي أعلن النادي الأهلي عن ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لمدة 3.5 سنين مع إمكانية إضافة موسم آخر. ومن اليوم ده وعمر كمال بدأ يكتب حكايته مع الأهلي، الحكاية اللي بدأت بالنجاح والتألق، اتمسك بالفرصة وأثبت وجوده، خطف الأضواء وبقى واحد من أهم النجوم، قدر يلعب في كذا مكان، صال وجال في كل المباريات، هو أهلاوي حتى النخاع، عاشق للفانيلا الحمراء، وطموحاته مع نادي القرن ملهاش حدود. كان مع زمايله في استاد القاهرة بعد الفوز بدوري الأبطال رقم 12 برغم عدم قيده في القائمة الأفريقية. عينه على الدوري وهو أحد نجومه، وهدفه حصد بطولات كتير مع نادي البطولات. عمر كمال في ضيافة قناة الأهلي في حوار خاص جدا. أهلا بالجوكر. الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايشين جوه قلبنا فرحة. النهاردة في حلقتنا واحد من نجوم الأهلي عمر كمال عبد الواحد، زي ما بيلقبوه جماهير النادي الأهلي جوكر الفريق وجوكر النادي الاهلي. قول له العب باك رايت، العب باك ليفت، العب في اي مكان، مساك يلعب في اي مكان. منورنا على قناه الاهلي يا كابتن عمر. يا كابتن، وميرسي على المقدمه الجميله دي، مش جديده لحضرتك الحاجات دي. اولا في البدايه بنبارك لك على بطوله دوري ابطال افريقيا رغم عدم قيدك، لكن وجودك في الفريق وجود مهم جدا، ما شاء الله متألق بشكل كبير جدا منذ انضمامك للنادي الأهلي في يناير الماضي. والله الحمد لله، يعني ده فضل من عند ربنا طبعا وكرمه، وده لو يرجع بين الناس اللي بتساندني وممكن حضرتك من أولهم طبعا، والجمهور النادي الأهلي، وربنا يكرم إن شاء الله ونحقق كل البطولات السنة دي. وأنت بتتكلم عن جمهور النادي الأهلي، شفت جمهور النادي الأهلي إزاي في استاد القاهرة يوم مباراة الترجي وتتويج النادي الأهلي باللقب الـ 12 في تاريخه بالنسبة لبطولة دوري أبطال أفريقيا؟ يعني أنا مش هكدب على حضرتك، أنا على طول بشوف في التلفزيون بس. بس لما حضرت الماتش في الاستاد رعب. يعني رعب على أي فريق هيجي من بره يلعب النادي الأهلي، يعني زي ما مستر كولر دايما بيقول هو اللعيب رقم 12 في الفرقة. فدي حاجة محترمة وحاجة كويسة جدا ودافع لأي فرقة في العالم يكون عندها جمهور زي جمهور النادي الأهلي ده. قبل حلقتنا النهارده هيكون حوار مميز مع نجمنا كابتن عمر كمال عبد الواحد، تعالوا نروح نشوف التقرير ده في بدايه حلقتنا، وهنبتدي معاه المشوار من بدايته ونتعرف حبه ونشأته مع كره القدم. منورنا النهارده الجوكر، وهنبتدي معاه مشواره ورحلته مع كره القدم من البدايه. في البدايه بتحب لقب الجوكر ده؟ هو لقب تقيل على قلبي شويه، لان يعني انا بحب الكابتن احمد فتحي قوي. فان هو كان يسموه الجوكر لحد دلوقتي طبعا. ربنا يكرمه دايما. فان انا حد يلقبني باسم الجوكر دي بتبقى تقيله عليا شويه، ان هي يعني حمل، تديك مسؤوليه طبعا. فما بحبش تتقلي، لان هي مش عشان خاطر هي مش كلمه كويسه، لا عشان خاطر هي حمل عليا، ان بعد كابتن احمد فتحي يبقى انا. فطبعا شرف ليا، بس ربنا يقدرني ان شاء الله بقد الكلمه دي باذن الله. ان شاء الله. خلينا نبتدي يا عمر الرحله من بدايتها، خاصه زي ما احنا شفنا في التقرير عمر كمال عبد الواحد هو احد ناشئي النادي الاهلي. امتى انضميت للنادي الاهلي؟ يعني وانا كان عندي 8 سنين لحد 13 سنه، بعد كده مشيت من النادي الاهلي. لا، انت رحت النادي الاهلي ازاي الاول؟ انا مش عايز اسال الاهلي. كان وانت 8 سنين مدرسه الكوره الاول مع كان الخواجه كروفر. كروفر وقتها الهولندي. وبعد كده جه كابتن محمد السيد في البراعم. بقى مين اللي اختارك عشان تنضم؟ رحت اختبارات وقتها؟ هو الخواجه كروفر هو اختارني من ضمن ناس كانت في مدرسه الكوره، ان هو نطلع للبراعم. فكان كابتن محمد السيد ساعتها ماسك البراعم.
لعبت لحد سن 13 سنه بعد كده استغنوا عني عشان كان جسمي صغير وقتها ضعيف جدا. يعني قعدت من 8 سنين ل 13 سنه في النادي الاهلي ما يقرب من حوالي 5 سنين. مشيت من النادي الاهلي يمكن انا هقول دي صورتك وانت لابس فانيله النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي في نادي في الاهلي مدينه نصر ده. يعني في واقعه حصلت كده يعني ما حدش يعرفها، كان وانا ماشي كنت صغير بقى فعمال اعيط من زعلان ومتضايق جدا. فبابايا بيقول لي معلش هو ما تقلقش وهوديك نادي تاني. قلت له لا والله العظيم يا كابتن زي ما بقول لحضرتك كده. قلت له لا بكره هما هيدوني فلوس، الاهلي هيدوني فلوس. وانت ولد صغير 13 أنا بقى سنه مش فاهم بقى هشتروني او مش فاهم، انا بقول بس هيدوني فلوس. فرمص لي كده وضحك. يعني هو بيطيب خاطرك وبيطبطب عليك وانت ماشي من النادي الاهلي وانت ولد صغير وحلمك. ما تخيلش ان انا اقول الكلمه زي دي. قال لي هيدوك فلوس؟ قلت له هيدوني فلوس. قلت له قال لي الاهلي هيدوك؟ قلت له الاهلي هيدوني فلوس. كان عندك حلم وانت صغير الاول؟ الصوره دي كانت وانت عندك كام سنه؟ كان احنا عرضناها حوالي 9 سنين. تسع سنين. فقال لي ان شاء الله ربنا يكرمك. مشيت رحت رايح نادي المقاولين. وانا في نادي المقاولين برضو فضلت حوالي لحد سن 16 سنه 3 سنين وبرضو مشوني. ايه عشان جسمك؟ جسمي صغير جدا. بس انت ما شاء الله دلوقتي. لا الحمد لله. ما انا اقول لحضرتك بقى الواقع اللي حصل بتاعت جسمي دي. وانا ماشي كان بابايا ساعتها ماسك في نادي المقاولين مع كابتن حسن شحاته. كانوا ماسكين المقاولين. فمشوني استغنوا عني وكده. وانا ماشي برضو طبعا صغير بعيط برضو زعلان انا مش هلعب كوره تاني كده خلاص. فقال لي والله العظيم يا كابتن، قال لي بكره كل اللعيبه اللي معاك دول، ده والدك هنا بقى كابتن كمال، والله العظيم يا كابتن. قال لي كل اللعيبه اللي معاك دول مش هيكملوا ومش هيلعبوا فريق اول الا انت، وكان ساعتها شادي حسين. اللي هو بتاع السيراميكا اللي كان بيلعب في زد دلوقتي. كان في الاهلي. فقلت له ازاي ده انا مشيت من الاهلي عشان جسمي ومشيت مشوني المقاولين عشان جسمي. قال لي هتشوف بكره ربنا هيكرمك وهتفتكر الكلام اللي انا بقوله لك ده. الكلام ده من 15 سنه ولسه فاكر الكلام. والله العظيم ما ناسي كلمه قالها لي. فمشيت من المقاولين رحت نادي اسمه نادي مدينه نصر. رحت لعبت مع كل بقى الاعمار 93 و91 و90 و89 وفريق اول. ما شاء الله. الصدفه كان ليا اتنين صحابي محمد ومحمود طارق توأم بيلعبوا معايا في مدينه نصر، كانوا كابتن الفرقه. كان الاهلي بيعمل كل سنه اخر كل سنه كده في الصيف بيعمل دوره دوليه وديه بيجيب منتخب الاردن والاسماعيلي والاهلي واتحاد الشرطه. فبالصدفه انا معدي في نادي الاهلي مدينه نصر لقيتهم موجودين وبيلعبوا مع فرقه اتحاد الشرطه. قلت لهم كلموني المدرب عشان تلعب مع اتحاد الشرطه. كلموني المدرب، كان ساعتها كان اسمه كابتن خالد مصطفى ماسك الفرقه بتاعه اتحاد الشرطه. قلت لهم كلمهولي وهروح اختبر. قالوا لي ماشي كلمهولي، ورحت اختبرت فعلا. كان كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه كان ماسك مدير قطاع الناشئين في اتحاد الشرطه. قاعد بره كابتن ابراهيم يوسف نجم نادي الزمالك. الله يرحمه كابتن اسماعيل يوسف. الله يرحمه. فقعد بره فهو وانا بختبر كده راح قال لهم هاتهولي الولد الصغير انا عايزه ده. كنت برضه لسه صغير برضه جسمي صغير جدا. فرحت له قال لي انت عندك كام سنه؟ قلت له عندي ساعتها كان عندي 18 سنه. قال لي فين والدك؟ قلت له والدي مش موجود في الشغل. والله يا كابتن عشان مش عايز اقول لهم ان انا بابايا كمال عبد الواحد عشان خاطر يقول لي طب خلاص تعالى همضي على طول. انت يعني مش مؤمن بحته الواسطه، مستواك هو اللي هيدخلك المكان هو ده. ربنا ثم مستواك هو اللي هيعمل كل اللي انت عايزه. فقال لي يعني ايه ما فيش والدك ولا مش موجود؟ قلت له والدي مش موجود، والدي على طول في الشغل وبيرجع متاخر وما مش فاضلنا يعني. قال لي طب هات لي اي حد من ولي امرك. قلت له حاضر. فرحت يوم تاني يوم جيت التمرين، فين يا ابني والدك؟ قلت له والدي مش موجود. قال لي طب اديني رقم والدك. وهو ما يعرفش كمال عبد الواحد ما حفظ الالقاب. كتب الرقم وهو انا قدامه في المكتب في اتحاد الشرطه. كتب الرقم لا ايه ده؟ مسجل الرقم ده. قال لي كلمه كده. قال لي انت ابن كده؟ قلت له ده كان دمه خفيف جدا. الله يرحمه ابراهيم الغزال. راح مكلم بابا وجاي له قال له طب هو ما قالش ليه ان هو؟ قال له لا. قال له عمر لغيني في حياته في موضوع الكوره ده. بس من ساعتها بقى لعبت فريق اول، يعني لعبت سنتين. انا بس مش عايز انط واروح اتحاد الشرطه بسرعه، لكن انا عايز اتكلم عن موقفين صعبين. يعني وانت 5 سنين في النادي الاهلي وبتمشي، روح 3 سنين المقاولين العرب ومشيت، وده كله الموهبه موجوده لكن علشان جسمك المدربين في المراحل السنيه الصغيره عايزه اللعيب اللي يعني عنده قوه جسمانيه كبيره. يعني خبطتين جامدين عمر وهو صغير، عندك الاصرار وعندك العزيمه وعندك هدف ان انا ان شاء الله هوصل، انا بحب الكوره فهوصل في يوم من الايام. هقول لحضرتك حاجه.
يعني ربنا خليلي طبعا والدتي ووالدي واختي أيوة. اهلي كلهم دور الاسره مهم هنا دول سبورت ليا يا كابتن الى ابعد الحدود. هقول لحضرتك موقف كده ما حدش برضو يعرفه. انا عايزك تطلع النقطة. لا انا هقول لحضرتك حاجات مش ما طلعتهاش قبل كده. لما مشيت من الاهلي والمقاولين في المدرسه كانوا عاملين منتخب كوره بتاعه المنتخب بتاع المدرسه فريق المدرسه ما كانوش بيلعبوني برضو عشان ايه جسمك الصغير برضو تمام. والله العظيم يا كابتن كنت بجيب بابا كابتن كمال في نادي الاهلي مدينه نصر يوم الخميس. ممكن حضرتك تساله على الموضوع ده. من بعد ما بعد الملاعب الخماسي من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 1 الأنوار كلها بتطفي بتاعت الملاعب فضيت خلاص الملاعب كلها طافية نور الحمرة والخماسي كله في النادي الأهلي مدينة نصر وحياة ربنا يا كابتن لحد الساعة 1 بالليل وأوقفه وآخد الكورة من الجون للجون وأروح أجيب في جون تقعد تتمرن مع نفسك لوحدي وهو مبسوط وفرحان إن أنا بعمل كده. فضلت أعمل كده مثلا حوالي سنتين خلاص انا نفسيا يعني حسيت ان انا مش هلعب كوره تاني خلاص مشيت من الاهلي ومشيت من المقاولين خلاص انا هلعب بقى انا ايه انا واصحابي انا وبابايا والكلام ده. لما لعبت في نادي مدينه نصر واحتكيت كتير باعمار انا كنت اصغر مثلا واحد في الفرقه بلعب مع فريق اول كان عندي ساعتها 17 سنه ولا 16 سنه. فبعد ما اخدت الاحتكاكات دي كلها ورحت اتحاد الشرطه بقى بدات اول ما طلعت فريق اول اول ماتش ليا في الفريق الاول كان مع وادي دجله كان لازم اتحاد الشرطه يكسب الماتش ده في الدور الثاني عشان يبقى يقعد في الدوري وحياه ربنا يا كابتن يعني بتلعب كمان في ظروف صعبه وحياه ربنا يشهد عليا كابتن خالد القماش كان ساعتها مدير فني وكابتن توفيق صار وكابتن ضياء عبد الصمد. الماتش ده نزلت في الدقيقه 80 جبت جول في الدقيقه 92 كسبتهم بالجول ده وقعدوا في الدوري ممتاز من ساعتها يا كابتن وحياه ربنا وانا بدات ان انا احس ان انا بقيت لعيب كوره خلاص بقى بقيت اشارك في الدوري الممتاز وبلعب في الفريق الاول وجبت اول جول ليا في الدوري الممتاز من ساعتها بقى بدا يبقى طموحي يعلى قلت خلاص انا ليه لا يعني انا ربنا اداني فرصتين وانا موفقتش فيهم عشان خاطر ظروف معينه فدلوقتي ربنا مساعدني ان انا في فريق كويس وبلعب فريق اول والدنيا كويسه ومفيش عليا ضغوطات مضغوط ان انا لسه صغير عندي 18 سنه و19 سنه وبلعب فريق اول ما كان ساعتها فرقه توب يعني كابتن احمد دودار كابتن خالد قمر كابتن عماد حلمي اسماء كانت كبيره يعني مش عايز انسى حد وصلاح ريكو فالناس دي كانت بالنسبه لي رهبه برضو انا صغير فربنا كرمني من ساعتها بقى بدات الدنيا تبقى تمشي معاك تختلف معايا تماما كتفكير وككل حاجه. دور الاسره وانت بتقول لي دور اسرتي كان دور مهم جدا في بدايه مشواري وقت التعثر وقت ما بنجح دور الاب دور الام دور يعني اخواتي كابتن كمال والصغير ده صاحبي ده صاحبك صاحبي مش بابايا بتستشيره في كل حاجه لا مش بابايا خالص وعمر خلي بالك انا هقول لك برده مش سر كابتن كمال عبد الواحد يعتبر من الناس اللي ربوني جوه النادي الاهلي وكان مدربي سنين كتيره وانا ولد صغير داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي عارف قال لي كل الكلام ده يعني هو انتيمي مش بابايا حتى مش هقول صاحبي لا انتيمي انا بستشيره في اي حاجه اي حاجه في حياتي قبل ما اتخطاه يعني ما بتخطاهوش خالص قبل اي قرار باخده لازم ارجع له برجع له ونتناقش كل حاجه بس هو حاجه والبركه بقى في الاخر الوالد لازم يا لا 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 خلاص مش بناقشها هي بتبقى شايفه لي الاصلح وشايفه لي الصح فاختي بقى هي ممكن تستشير الوالده في قرارات في الكوره ولا هي دايما بتدعي لك وتسيبك انت تاخد القرار؟ في الكوره دايما هي دايما بتقول لي ربنا يا ابني يعمل لك الصالح. هي ما يعني هي مش كوره بتبقاش ما لهاش في الكوره كويس قوي لكن هو بابا يعني هو كل حاجه وعمري يعني الحمد لله عمري في حياتي ما استشرته في اي حاجه وكان يعني قراره مش صائب. دايما موافق في قراراته معاك. حتى لو هقابل شويه عواقب في الموضوع في الاول لكن الموضوع بيبقى الحمد لله كالبراك يعني تمام. عايزين نروح لفتره الاتحاد الشرطه وتعتبر دي بقى يعني بعد الاهلي وبعد المقاولين وبعد مدينه نصر نادي مدينه نصر بدات تروح بقى لدوري الاضواء والشهره واول فرص حقيقيه تاخدها مع اتحاد الشرطه تمام. دي كانت فرصه الحقيقيه ليك في بدايه ظهورك في الدوري الممتاز تمام مع الهدف اللي انت جبته في اخر ثانيه وبقاء
الشرطه في الدوري. خلي بال حضرتك، لا هو انا الجول اللي جبته في اتحاد الشرطه كان في دجله. كان لازم الاتحاد الشرطه يكسب الماتش ده عشان يطلع من الحته اللي هو كانت صعبة 12 بقى تاسع ولا ثامن. وجبت الجول الاخير اللي قعدهم في الدوري، وانا بلعب بتروجيت وكابتن محمد الشناوي اللي كان واقف كمان وساعتها جبت الجول. ده اللي قعدنا في الدوري. كنت بتلعب ايه اول ما توظفت في وينج ليفت؟ على طول وينج ليفت. وينج ليفت يعني في الحته اللي قدام وينج ليفت. وكابتن خالد القماش كان ساعات بيلعبني باك ليفت لما كان بيلعب بثلاثه. كان باك يعني اللي هو وينج ليفت وينج باك وعلى طول بلعب طرف شمال. ما كنتش بلعب خالص غير طرف شمال. قعدت قد ايه في اتحاد الشرطه؟ قعدت اللهم صل على النبي من 2000 لا انا مشيت من اتحاد الشرطه رحت النادي المصري 2016. قعدت فتره يعني في الشرطه. قعدت فتره طويله. قعدت حوالي 4 سنين او 5 سنين مثلا، ورحت رايح المصري 2016. قعدت كام سنه في المصري؟ ما قعدتش كتير في المصري الفتره الاولى. 4 سنين. اول سنتين يعني اول سنه اول 6 شهور طلعت اعاره للاسيوطي. بعد كده رجعت اخر 6 شهور لعبت في الاسيوطي. رجعت السنه اللي بعديها كنت انا ساعتها محطوط قائمه انتظار. ففضلت قاعد اللي هي الفتره بتاعت قائمه الانتظار دي. وبعد كده رحت راجع المصري مره ثانيه. رحت راجع المصري بقى ثاني خلاص. عايز اروح للفتره وانت بتلعب في الاسيوطي لما احرزت هدف في النادي الاهلي. وكان هدف خروج الاهلي من الكاس وقتها وانت كنت صاحب الهدف. طيب. شعورك ايه وقتها؟ شعوري هقول لحضرتك. احنا عارفين ان عمر كمال يعني اهلاوي من النشأه. هقول لحضرتك حاجه. انا كان ساعتها كنت قاعد في المعسكر في اليوم ده مع كابتن احمد سعيد اوكا. كان ساعتها لسه هو بيلعب. وانا نايم معاه في الاوضه واحنا ماشيين وانا مش هبدا. انا عارف ان انا مش هبدا. قلت له انا هجيب جول النهارده واكسب الفرقه. احساسك انك هجيب جول في الاهلي؟ والله العظيم يا كابتن بص لي كده كده قال لي انت مجنون. قال لي انت مش هتلعب. قلت له انا بقول لحضرتك هجيب جول النهارده واكسب الفرقه. قال لي ماشي لما نشوف. رحت الماتش وما كنتش في الحسبان خالص ان انا هلعب. انا ساعتها الماتش ده لعبت فيرود لعبت رقم 9. فكابتن علي ماهي لقيته ان ده اهلي بين الشوطين. هو ده الهدف صح؟ بالظبط. قال لي نادالي بين الشوطين. كان ساعتها كان عندنا فيرود اسمه شيلونجو اتصاب. فقال لي انا هتلعب هتبدا الشوط الثاني بس هتلعب 9. فقلت له 9. انت حكايتك ايه؟ باك رايت ولا باك ليفت ولا وينج ليفت ولا نص ملعب ولا راس حربة؟ والله الماتش ده لعبت 9 صريح. قال لي مش عايزك تنزل نص الملعب، هتقف على خط الاوفسايد. راس حربة راس حربة. 9 صريح. مش عايزك تتطرف. قال لي هتقف في نص الملعب كده. ساعتها كان دونجا ومهند لاشين ومحمد رزق الثلاث ديفندرات. قال لهم هتمسكوا الكورة تلعبوا على عمر ما تلعبوش في رجله. على طول تحطوا له في مساحة. قال لي وبيلعب عليك أيمن أشرف ومحمد نجيب ما تقفش يعني في صدرهم، اقف ما بينهم الاثنين. والجول حتى هتلاقيه انا واقف ما بينه وهما الاثنين بعيد عني شويه. ورحت في سرعاتك ورحت انفراد. فجبت الجول طبعا يعني ده كان ده الهدف. احساسك ايه بقى وانت بتجيب هدف؟ يعني انا جبت الجول طبعا فرحان بس بعد الجول ده هو ده الجول ده يعني انا جبت جول في النادي الاهلي. كان ساعتها وقت صناعه عمر كمال. من وجهه نظري. يعني لقيت مصر كلها عارفه عمر كمال دلوقتي. بعد ما جبت في النادي الاهلي مين هو عمر كمال اللي خرج الاهلي من الملكاس الكاس. بس من ساعتها بقى بدات الدنيا الحمد لله تبقى يعني انا الجول ده بالنسبه لي دي يعني بدايه معرفه وش غير عليا. بالرغم انه في النادي الاهلي طبعا. عمر كمال حتى انا لاحظت لما بتحرز هدف سواء مع الاهلي كان مع فيوتشر مع المصري حتى مع الاسيوطي اول حاجه بتعملها دايما بتسجد لله. والله يا كابتن ده انا يعني اللي انا بشوف ان انا كل اللي انا فيه ده هو مش اجتهاد ولا ان انا مثلا عبقري. لا انا بشوف ان ده فضل ونعمه من عند ربنا. يعني كل شويه بفتكر ان انا كنت فين وبقيت فين دلوقتي. فلازم اول حاجه لازم اعملها ان انا اشكر. هنتكلم دلوقتي عن الاهلي بالتفاصيل. انا بس بادئ لسه المشوار والرحله من الاول لما نوصل للاهلي طبعا. فانا الموضوع بالنسبه لي وكمان انا في حاجات كتيره بتمر في حياتي. والله يا كابتن تعدي تبقى جايه كده تروح معديه. فلازم اشكر ربنا لان ده هو فضل ربنا ده هو اللي مخليني ووصلني للفتره اللي انا فيها دي. يعني الحمد لله بشكره دايما ودايما هفضل اشكره. بعد الاسيوطي وفتره الاسيوطي رجعت مره ثانيه للمصري تمام وظهرت بشكل اكثر تالق وظهرت فيها بمستوى
رائع، كانت فترة برضو مهمة بالنسبة لك. طبعا يعني نادي كبير طبعا زي النادي المصري، وناس محترمة وإدارتهم ناس محترمة، ف ان انا برضو كانت تبقى جديدة عليا ان انا ابقى اتغرب بره القاهرة، ان انا افضل العب يعني في نادي جماهيري ونادي ليه شعبية كبيرة، فده برضو كان ضغط عليا، بس الحمد لله ربنا كرمني ووفقني وقدرت على قد ما اقدر ان انا ادي الناس دي حقها، فكانت صعبة برضو، كانت فترة كويسة ليا بالنسبة لي ومهمة. في الفترة دي كلها عمر وانت صغير وبتتنقل من الاندية الاخرى، اكيد في مدربين بتسيب فيك بصمة، تمام، في مدرب بيسيب فيك علامة، في مدرب ممكن ينصح عمر كمال بنصيحة دايما انت حاططها في ذهنك ودايما شغال بيها، مين ابرز المدربين خلال الفترة دي لحد فترة المصري اللي دايما عمر كمال بيسمع كلامه وما بيقدرش ينساه؟ هو كل عايز اقول لحضرتك، كل مدرب الحمد لله اتمرنت معاه ليه عندي بصمة، يعني حتى من الناشئين لحد الفريق الاول، يعني انا مش عايز انسى حد، يعني من الناشئين كان كابتن توفيق صقر لاعب نادي المحله، كان كابتن خالد القماش الفريق الاول في اتحاد الشرطه، كابتن ضياء عبد الصمد، ما رحت المصري كابتن طبعا كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال، كابتن طارق العشري، كابتن علي ماهر، واخيرا مستر كولر. بس انا بتكلم في ان علاقتي بالمدرب اللي هو على طول بيتواصل معايا وعلى طول باخد رايه في حاجات هو كابتن علي ماهر. كابتن علي ماهر لحد وقتنا هذا لازال لحد دلوقتي في تواصل لحد وقتنا هذا، هو على طول لان علاقتي بيه علاقه مش كرويه بحته، يعني هو علاقه بره الملعب قبل جوه الملعب، كانه والدك يعني بالظبط. فالموضوع ما بيني وما بينه هو ساعات حتى بكون عايز مثلا حاجه معينه، مثلا في حاجه في الكوره او في حاجه في حياتي ولا حاجه، مثلا اخد رايه، ايه رايك اعمل كذا او اعمل كذا، مش عارف ايه اعمل كذا. يعني كابتن علي ماهر كان من اكتر الناس اللي هو كان يقعد دايما يقول لي هتروح الاهلي، كان هو اللي بيقول لي هتروح الاهلي. يعني وانا في المصري كنت ساعتها تاني هداف الدوري، كان يقول لي بكره هتروح الاهلي، اقول له يا كابتن، قال لي هتروح الاهلي وهفكرك. ولما يوم ما رحت نادي الاهلي، لما أنا قبل ما اروح نادي الاهلي لما رحت له فيوتشر، يعني عكس اللي كان بيتقال عمر وقت ما كان الكابتن علي ماهر ده مش عايز يسيب عمر للاهلي، كابتن علي ماهر واقف في رغبه انتقال عمر، يعني الكلام ده كان ما كانش صحيح والله خالص بالمره. يعني كابتن علي من اكتر الناس اللي بتحب تنجح في حياتها، ومفيش حد ما بيحبش ينجح كابتن في حياته وفي شغله، فان هو بس كانت المشكله عنده الوقت. يعني الوقت اللي انا كنت اروح نادي الاهلي فيه اللي هو من سنتين، كنا احنا بنلعب في افريقيا وكنا هنلعب قبل النهائي، ف متأيد في القايمه بالظبط، فقال لي انت هتروح مش هتلعب افريقيا وهتروح هتلعب دوري، انت دلوقتي بتلعب في الكونفدراليه وربنا يكرم وهنلعب قبل النهائي مع بيراميدز، ربنا يكرم نكسب نلعب نهائي مع اي فرقه هنلعبها، تبقى واخد كونفدراليه وعامل ارقام كويسه في الدوري ومشارك مع فرقتك في حاجات كتيره كويسه، ربنا يكرمك ان شاء الله السنه الجايه، اول السنه الجايه ربنا يحفظك وتروح نادي الاهلي. انا اللي بقول لك انا الاول واحده هوديك نادي الاهلي. لكن موضوع ان كان الناس تقول ان كابتن علي مانع ان هو يروح نادي الاهلي، بالعكس هو ده اكتر واحد كان ليه ده كانش يعني صحيح يعني خالص بالمره. فهو انا زي ما قلت لحضرتك مفيش حد ما بيحبش ينجح، فهو برضو بيفكر في يعني مصلحته ومصلحه عمر، يعني احنا الاثنين هنوافق بعض، فهو تمام. عمر لو مش هيروح مش هيلعب في النادي الاهلي افريقيا، فيفضل يكمل هنا لغايه السنه الجايه بس. فتره مودرن فيوتشر من اهم الفترات في تاريخ عمر كمال عبد الواحد في مشواره، طبعا من اهم الفترات في الارقام، حتى اول بطوله اخذتها كانت كاس الرابطه مع مودرن فيوتشر، صح. حتى يعني شوف كلام المسؤولين بعد انتقالك حتى للنادي الاهلي وتقدير الناس ليك وكلامهم عن عمر كمال كان بشكل محترم جدا. يعني والله يا كابتن انا من خلال حضرتك بحب اشكر المنظومه كلها اللي قبل اللي كان لما كان نادي اسمه فيوتشر قبل مودرن فيوتشر، طبعا يعني كمان الاخص الناس لما وانا ماشي من مودرن فيوتشر ورايح النادي الاهلي مفيش اي صعوبات خالص واجهتني، يعني عكس ما الاعلام كان والسوشيال ميديا كان بيقول لا ده اصل النادي الفيوتشر طالب مبلغ مهولي، اصل النادي الاهلي عايز يدفع كذا والفيوتشر عايز كذا ولعيبه، مفيش الكلام ده. الموضوع قعدت في قعده، انت عايز ايه؟ قلت لهم عايز اروح النادي الاهلي. طب انت تعرف العروض اللي جايه لك؟ قلت لهم عارف العروض اللي جايه لي ومش عايز اعرف العروض اللي جايه لي، مع احترامي للانديه اللي بعتها العروض والفاكسات، انا عايز اروح النادي الاهلي. لا خليني انا اقول، بلاش انت تقول. في الفتره دي ارجع لنا كده لو سمحت يا دكتور روري، في الفتره دي كان عندك
احد الانديه اللي في الدوري الممتاز خاصه نادي بيراميدز، كان عايزك برغبه شديده جدا وحط مبالغ لا توصف يعني. تمام. وانت لما الناس قالوا لك في عرض مقدم من نادي بيراميدز وبمبلغ كبير جدا، انت قلت لهم قطعت الدنيا كلها، قلت لهم انا عايز النادي الاهلي. لأن... انا مش عايز اسمع ارقام، انا بالنسبه لي انا كنت في النادي الاهلي وانا ولد صغير 8 سنين، وانا رغبتي الاولى ان انا ارجع النادي الاهلي بيتي مره ثانيه. بالظبط يا كابتن، يعني انا مع احترامي الشديد طبعا لكل الانديه في الدوري المصري طبعا، انا احترم كل الانديه، كل الانديه، لكن طبعاً. انا بحكي الكلام ده على لسان انا، ان انا عندي المعلومه. انا بتكلم في ان يعني الموضوع اللي حصل بالظبط، عمر انت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي فرق من بره مصر وفي، قلت لهم انا لو انا هتتكلموا على عمر كشخصه، انا دي حاجه حلم من صغري. انا راجل مشيت من نادي الاهلي وانا صغير، وكان حلم حياتي ان انا ارجع نادي الاهلي تاني. قلتها وانا صغير بالظبط، انا هرجع وحياه ربنا كابتن، قلتها وقلتها هيدوني فلوس وهيدوني فلوس. فان انا يجي لي فرصه زي دي، وبعدين زي ما يعني حضرتك عارف ان النادي الاهلي ممكن يخش في لعيب سنه ست شهور، لكن يكون سنتين ورا بعض يكونوا عايزين لعيب، فدي بالنسبه لي لا يعني الموضوع كان محسوم خلاص. محسوم محسوم لا يعني، ممكن حضرتك تسال كابتن هيثم عرابي ساعتها وكابتن علاء ميهوب، دول الناس دول تعبوا معايا. كانت ايه الكلام اللي بيدور ما بينك وبين المسؤولين في مودرن فيوتشر وقت ما كان في العروض وانتقالك للنادي الاهلي ورغبتك؟ لا هو احكي لنا برضه. هو كابتن هيثم عرابي وكابتن علاء ميهوب كانوا بيتكلموا على لساني. هما الاثنين يعني كانوا اقرب الناس ليا طبعا، وكابتن دكتور وليد دابس طبعا ليه كل الاحترام والتقدير، يعني راجل بصراحه يعني كان متساهل جدا في الموضوع، وانا زي ما قلت لحضرتك الموضوع ما خدش، هي بس فتره التفاوض. يعني طبيعي ان بيبقى فتره التفاوض بيبقى في فتره طويله كده، لكن هو ده اللي خد كل الوقت، لكن الناس قعدت معايا، انت عايز ايه؟ عايز كذا، موضوع منتهي، انتهت خلاص، خلاص منتهي. كابتن علاء ميهوب بقى وكابتن هيثم عرابي كانوا بيتكلموا على لساني في اي حاجه. كابتن علاء قال ايه؟ قال لك ايه وقتها؟ قال لي ساعتها، انا ساعتها كنت حسيت ان لما لقيت ان السوشيال ميديا بتكتب اصل فشل انتقال عمر نادي الاهلي واداره نادي فيوتشر مش موافقه، فساعتها اتأثرت وكنت فترة كده ما كانتش كويسة بالنسبة لي، متضايق وزعلان. فدخل عليا كده قال لي، هو ليه كلمة كده بيقولها لي، قال لي جرى ايه؟ قلت له تعبان. قال لي هتروح نادي الاهلي والله. حسمها لك هو والله كده. وكابتن هيثم قال لي والله هتروح نادي الاهلي. قال لي انت ما شفناش منك غير كل خير. ولحد اخر وقت انت بتبذل كل قصارى جهدك، فان احنا ما نعملش معاك حاجة زي دي نبقى احنا مش فير ومش كويسين. لكن بصراحه لازم اشكرهم وهشكرهم وهفضل اشكرهم طول حياتي، ان اي حد بيقف معايا وبيقف جنبي دايما لازم اشكره واذكر اسمه. تمام. قبل انتقالك للنادي الاهلي كل انتقالات عمر كمال عبد الواحد في الاهلي، اتاخرت علشان تروح النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نعرف بقى تفاصيل بالاكتر، مين كلمك في النادي الاهلي، امتى بدات المفاوضات، مين اللي اتم الصفقه. خلينا نروح لانتقالك للنادي الاهلي ولكن بعد الفاصل. جوكر عمر كمال عبد الواحد اللي منورنا في قناه الاهلي. كابتن كمال وكابتن هيثم عرابي وكابتن علاء ميهوب هم اللي كانوا الثلاثه المسؤولين عن الصفقه بتاعتي. وكهربا اول واحد بص لك في الاوتوبيس من ورا وقال لك مبروك يا اهلاوي. اول كلمه قالها لي قال لي فاينلي. خلاص يعني اخيرا لعيب في النادي الاهلي. اخيرا اول ما دخلت انا ما كنتش اشوط. انا كنت هعملها تشيب باس لوسام. اسم الاهلي يعني حاجات مختلفه، في حاجات لازم تمشي عليها، ما فيش حاجه اسمها فشل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمتع بالحوار مع ضيفي الجوكر عمر كمال عبد الواحد اللي منورنا في قناه الاهلي. عمر انضميت للنادي الاهلي في يناير الماضي، لكن بقالنا سنتين بنسمع عمر كمال عبد الواحد في الاهلي، كان في رغبه كبيره جدا من مسؤولين في النادي الاهلي انك تكون موجود في سنين سابقه عشان حتى تكون موجود في كاس العالم للانديه. مين اللي كان بيتواصل معاك خلال الفتره السابقه من النادي الاهلي علشان يتم صفقه انتقال عمر كمال عبد الواحد للاهلي؟ والله كابتن يعني هو كابتن امير توفيق تتعب معايا جدا السنتين اللي فاتوا دول، بس هي الصفقه ما كانتش بتتم، فالموضوع بدا يتعبني انا ذهنيا.
فتواصلت مع والدي، قلت له اي حد هيكلمني يعني خليه يكلمك انت، يعني تواصل معك انت. فكل يعني الكلام كان مع الكابتن كمال، هو اللي تواصل معهم في كل حاجه، وهو اللي خلص معهم كل حاجه. وكان يعني كان كابتن كمال وكابتن هيثم عرابي وكابتن علاء ميهوب، هم اللي كانوا الثلاثه المسؤولين عن الصفقه بتاعتي. انا كنت بره الموضوع خالص. انا بس فوجئت وانا في كاس الامم هناك، وانا في كوت ديفوار مع المنتخب. هنتكلم عن فتره كيروش دلوقتي منتخب مصر، ان الموضوع خلص. كنت حتى كان كهربا في الباص رايحين التمرين، لقيتهم بيقول لي من ورا مبروك يا اهلاوي. فقلت له، فبص كده قال لي ايوه انت بدك تمثل. عارف خلاص، قال لي خلاص رسمي. كان النادي الاهلي، كنت انا مش معايا التليفون ساعتها، قال لي صفحه النادي الاهلي، انا نزلت رسمي خلاص ان الموضوع خلص. كنتش اعرف لسه. بس شعورك ايه بقى؟ يعني انت كل الانتقالات، وعمر كمان عبد الواحد في الاهلي، صفقه ما تتمش، متضايق وزعلان والدنيا صعبه. بعد ما خلاص انت عرفت ان الدنيا انتهت، خلاص بقيت لاعب في النادي الاهلي، هقول عراك حاجه؟ واول مكالمه جات لك من مين؟ والله والله والله، يعني يشهد يشهد ربنا على كلامي ده. ممكن تسال كابتن كمال. كل يوم بعد كل ماتش بروح، وحياه ربنا بروح البيت اقعد يعني اتكلم معاه، بقول له على فكره هو انا فعلا يعني خلاص بلعب في النادي الاهلي دلوقتي؟ دلوقتي لحد دلوقتي يعني، وانت بعد ما تخلص تمرينك حياة ربنا يشهد ماتشك يشهد ربنا على كلامي، وانا لباباك كابتن كمال عبد الواحد وانا لعيب في النادي الاهلي، بقول لك والله يشهد ربنا على كلامي. والله كل ما اروح بعد ماتش، بعد كل ماتش ويكون ربنا كرمني، اقعد اقول له يعني انا كنت بقعد اتفرج واقول يا رب ربنا يكرمني والبس التيشيرت النادي الاهلي، دلوقتي انا بلعب في النادي الاهلي وحياة ربنا. بتفتكر اللقطه كنت عندك 13 سنه لما مشيت في الاهلي؟ طبعا دايما في طبعًا ذهنك؟ طبعا ما بتروحش عن بالي، عشان كده دايما بعد حضرتك زي ما بتقول كل جول بجيبه لازم اقول حاجه اسجد. بفتكر ان الموقف ده وانا دلوقتي فين. في الفتره اللي صار انت فيها في النادي الاهلي ولعبت في انديه مختلفه، ايه المختلف اللي موجود في الاهلي اللي خليك كده لحد دلوقتي وانت لعيب في النادي الاهلي وبتسجل وبتاخد رجل المباراه وبتلعب ومتالق، مش مصدق لحد دلوقتي انك انت في النادي الاهلي؟ ان المختلف يا كابتن، ان يعني اول حاجه السيستم اللي هو ماشيين عليه في اوضه اللبس ده مختلف تماما. في قواعد كده لازم تمشي عليها. مش بقول الكلام ده والله عشان خاطر اقول بقى اصل الناس ما زي ما بتقول، والله لا ابدا. انا دخلت، انا لعبت في كذا نادي وفي انديه طبعا ناس كتيره محترمه جدا وناس محترمه وما بتطلعش منها اي حاجه وحشه، بس في النادي الاهلي يعني حاجات مختلفه، في حاجات لازم تمشي عليها. الحاجه المختلفه بقى اكتر اللي انا شفتها، ان ما فيش حاجه اسمها فشل رقم واحد دايما. لا ما فيش حاجه اسمها فشل، هي النجاح دي رقم واحد، الاول والاخير والاوسط وكل حاجه. ما يعني ما فيش حد ممكن جوه، حتى الصغيرين اللي بيتمرنوا معانا، ما فيش حاجه اسمها عادي. يعني ما فيش حاجه اسمها التمرين عادي. لا التمرين بشوف الرجيله بتطلع نار. ف مش عايز يخسر في التمرين؟ لا 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 خالص. لا يعني ممكن يحصل مشاكل في التمرين بسبب ان فلان مش عايز يخسر. مش مشاكل ان هي خناقات، لا اللي هو انا عنف فلان، فلان يعنفني في الملعب عشان خاطر مش عايز اخسر. لا ما ده اللي موجود في النادي الاهلي، فده مش موجود في حته ثانيه يعني. بس انا شفت الحته دي لان كابتن علي ماهر يعني زرعها فيه، لعب في النادي الاهلي وكان مدرب في النادي الاهلي، فالحته دي عنده. فوالله يا كابتن علي ماهر في التمرين، لا لو ما فيش واحد طالع مدبوح يبقى ده مش تمرين. لا مش تمرين. فهناك في النادي الاهلي نفس الكلام، فانا ما كانش عندي رهبه. هو حتى قبل ما اروح قال لي الحته دي، قال لي خلي بالك اللي انت كنت بتشوف في الفيوتشر هتشوف اكتر منه في النادي الاهلي، انت ما شفتش اي حاجه في الفيوتشر. فخلي بالك وعندك الثقه في نفسك، وخلي عندك ان يعني المعلومه من قبل ما تروح عشان ما تتفاجئش. لان اصعب حاجه على لعيب الكوره ان هو يتفاجئ، ان هو مثلا لو مش محضر الماتش وفوجئ ان هو يلعب، على امل ان هو لا انا احتياطي وفجاه يحصل حاجه في التسخين فيلعب فيتفاجئ. فانا دايما ببقى محضر نفسي ان انا على طول جاهز وعلى طول كل حاجه. يعني بحب احط الناس تحت ضغط، لان الواحد لما بيحط نفسه تحت ضغط بيبقى على طول كل حاجه بالنسبه له سهله. اكيد. وانت موجود مع المنتخب مصر في الكوت ديفوار في كاس الامم الافريقيه، وكهربا اول واحد بص لك في الاتوبيس من ورا وقال لك مبروك يا اهلاوي. اول مكالمه جات لك بعد ما خلاص انت ضميت للنادي الاهلي، مكالمه كانت عزيزه عليك وخلاص يعني كنت سعيد بيها؟ اهلي. اهلك واسرتك؟ اهلي.
كان كلموني ساعتها فيديو كول التلاتة، مامتي وبابايا واختي، وكان كان معاهم جوز اختي كمان الاربعة، باركولي ومامتي راحت مزغرطة طبعا ودعولي طبعا، ودي كانت اهم مكالمة ليا في حياتي. اول مرة وانت داخل ملعب التتش بقى، خلاص بقيت لعيب في النادي الاهلي، رجعت من منتخب مصر، اول دخلة وانت بتعدي على ملعب التتش وداخل اوضة اللبس في النادي الاهلي، اكيد لحظات ما بتتنسيش. مين اول واحد استقبلك هناك في النادي الاهلي؟ كان كهربا. هو كهربا وراك لا هو كهربا يعني في ناس كده قريبه مني في في الفرقه، وبس اصل كهربا عشان معاك اصل كهربا كمان معايا من زمان واحنا في 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 النادي الاهلي واحنا صغيرين، وكمان على المستوى بعيد عن المستوى الكروي هو صاحبي جدا بره الكوره. كان كهربا وامام وعبد المنعم طبعا واكرم وكريم وشناوي وكابتن شناوي وكابتن عمرو السوليه، كل اللعيبه الكبيره وكل اللعيبه الصغيره وكل اللعيبه اللي في النادي الاهلي استقبلتني اكني مثلا واحد منهم، يعني ما حسيتش ان انا فعلا واحد غريب او ان انا واحد جديد عليهم. ده الاستقبال معانا هنا؟ لا ده ده يوم في التمرين ده قبل ماتش مازيمبي اللي هو اللي كان في القاهره هنا. طبعا معانا دلوقتي مداخله مهمه، واحد من نجوم الاهلي اللي مبارك له ايضا يعني ببطوله افريقيا رقم 12، بطوله دوري ابطال افريقيا، كابتن كريم فؤاد، منورنا على قناه الاهلي، وتحياتي ليك وتحيات الكابتن عمر كمان عبد الواحد. حبيبي يا كابتن اسامه، ربنا يخليك يا رب، منورين ليك طبعا وكابتن عمر. بنبارك لك يا كابتن كريم في البدايه على بطوله افريقيا، كانت بطوله مهمه وواحد برضو من العناصر المهمه جدا لاثبات وجودك في النادي الاهلي، وكان ليك دور مهم في البطوله دي. ربنا يخليك يا رب، الله يبارك فيك، منور الدنيا يا عمر، انت كده كده كابتن واحد مننا. حبيبي يا كوكي، ربنا يخليك والف مبروك يا حبيبي. وخلص عشان هاجي اعزمك عزومه انت بتحبها. لا مش هاجي. ايه العزومه؟ قول لنا على الهوا. كابتن لما كنا مع بعض في قطر بنتعالج الشهر ونص اللي قعدته معاه ما بياكلنيش الا فراخ مشويه. كل يوم؟ والله العظيم. طب مين كان بيدفع؟ يا عم هتكلم. قول لنا بس على مين كان بيدفع. لا انا الاثنين والله، بس ما بياكلش الفراخ مشويه. عمر كان جاي قاعد معانا وكل يوم يسالني هناكل ايه؟ فكل ما يقول لي هناكل ايه اقول له فراخ، هناكل ايه فراخ، هناكل ايه فراخ، فجيت في يوم ويقول لي هناكل ايه بقول له فراخ، قال لي والله العظيم باكل فراخ. خلاص يا اخي هكاكي منك. ما شاء الله كريم، يعني واحنا معانا جوكر معانا في حلقتنا عمر كمال عبد الواحد، برضو معانا جوكر تاني كريم طبعا. فؤاد طبعا برضو ما شاء الله مستر كولر، العب وينج رايت موجود، وينج ليفت موجود في المباراه الاخيره بعد اصابه علي معلول كمان، وحلت يعني حل مهم جدا خاصه في ماتشين الترجي. شعورك وانت بترجع لمكان يا كريم، يعني مكان انت ما لعبتش فيه بالك سنين، حته الباك ليفت دي؟ هو الموضوع كان صعب انه علي يتعور يعني في اول 5 دقائق، بالنسبه لنا كلنا كانت خضه لينا يعني وصاب مننا ان علي يتعور، بس هو اول ما نزلت يعني بحكم ان انا لعبت في المكان ده كتير قبل كده، فحسيت انه كل حاجه يعني رجعت في دماغي بسرعه يعني. ما خدتش وقت طويل ان انا ابرمج دماغي يعني. ودي بتبقى حاجه كويسه يعني، انك بتقدر تلعب في اكتر من مكان، بتبقى حاسس في الملعب اكتر ويبقى عندك وعي في الملعب اكتر يعني، فدي حاجه كويسه يعني. شفت جمهور النادي الاهلي ازاي في المباراه دي؟ لا كان حاجه مختلفه طبعا، جمهور من ساعه ما دخلنا الاستاد والواحد كان تحس ان هو عايز الماتش يبدا حالا يعني، كان عامل اجواء كلها حماسيه، وكانوا يعني بتدينا دفعه قوية جدا مخلي كل واحد عايز يطلع احسن حاجة عنده يعني. فلا كانوا حاجة جميلة خالص يعني. وقعت قلبنا وقلوب كل الأهلاوية مع الكرة الأخيرة في المباراة. تعملها تاني ولا ألعب في الأمام؟ لا لو تعادل تاني يعني؟ هعملها في كل مرة هتعادل فيها. كنت متأكد إنك أنت هتلمس الكرة وتقطعها؟ أكيد. أنا مش هنزل غير لو أنا واثق إن أنا هاخدها 100%. تقول لي ايه النهارده لضيفنا الجوكر عمر كمال عبد الواحد وهو معانا على قناه الاهلي؟ هو ما كانش موجود معاكم في افريقيا، لكن ما شاء الله معاكم في الدوري ومتالق واحرز بطوله كاس مصر مع النادي الاهلي وليه بصمات مهمه زيه زي كريم فؤاد بالظبط في الفريق. عمر طبعا لعيب كبير جدا من اول يوم دخل في النادي، وهو يعني هو زي ما هو قال احنا مش حاسين ان هو واحد غريب او لعيب جديد جاي على الفرقه، هو يعني كده كده كلنا عارفين عمر وكلنا اصحاب عمر من قبل ما يجي النادي، فهو اول ما جه كان تحس موجود معانا في النادي من بدري، حتى هو ما خدش وقت عشان خاطر ينسجم مع اللعيبه او مع الفرقه، وهو لعيب كبير طبعا
ومفيد لاي حد واي مكان هيبقى موجود فيه، وقيمه كبيره فنيه يعني في اي مكان بيلعب فيه. فهو يعني هو عارف معزته عندي، ويعني شفت فيه مجروحه يعني. لما بيكون متواجد معاك في الملعب يا كريم، ما شاء الله انتوا اتنين لعيبه مميزه، اتنين جواكر داخل الفريق، بتحس بارتياح وعمر كمال موجود وهو موجود معاك في التشكيله الرئيسيه وداخل الملعب؟ اكيد طبعا عمر لعيب كبير، وانا بحب العب جنبه يعني. حتى اخر ماتش لعبت جنبه فيه كان ماتش المحله، وقبله أيوة كان ماتش الاتحاد. فانا حاسس ان انا ببقى يعني هو طبعا لعيب كبير واضافه لاي حد، وبيبقى يعني ان هو بيبقى بحكم برضه ان هو بيبقى بيلعب في اكثر من مكان، فبيبقى عارف انا لما ابقى موجود هنا هو هيبقى موجود هنا، هيساعدني ازاي، هيقدر يحل لي ازاي، هنقدر نساعد بعض ازاي، نقدر نغير اماكن بعض ازاي. تمام. اكيد طبعا ببقى مرتاح معاه. ابرز بقى المواقف الكوميديه اللي بتكون موجوده في اوضه اللبس في المباريات ما بينك وبين عمر كمال عبد الواحد، غير موضوع الفراخ المشويه اللي خلاص اللي هو سيح لك على الهوا فيه؟ غير موضوع الفراخ عمر بيتخض بسهوله يعني. بسهوله؟ ده راجل مدافع ويعني بيلعب. بيتخض ان هو مثلا لما يبقى مركز في حاجه او كده وتخضه مثلا او تنكشه كده من اي جنب بيتخض يعني، فعلى طول بخض عمر في طول الوقت يعني. صحيح الكلام ده عمر؟ كابتن هو واكرم توفيق، خلي بالك مش سايبني في حالي، والله ما بيسيبوني في حالي. طالع من متوضي وطالع رايح اصلي اتخض، يخضوني، ماسك التليفون مثلا والاقي واحد طالع لي من تحت السرير يخضني، واحد طالع لي من الحمام. لا ده مره بقى، استنى ده مره كان واحنا في قطر، كان قاعد هو في اوضته في الفندق وسايب الباب مفتوح، واحنا داخلين انا واكرم عشان يعني نقعد معاه لان الباب مفتوح وهو مش واخد باله، فدخلنا من غير ما ياخد باله، وهو طبعا قاعد بقى في الاوضه عادي وبتاع، لان داخلين عليه الاوضه خبطناه يعني، فهو يعني عنده كان يقف. انا اجبت بقى شويه زعلان مننا اللي هو انتوا بتهزروا يا جماعه. انا نيتي خير، فتح لهم باب الشقه، احنا كنا قاعدين في يعني شقه فندقيه في قطر، ففتح لهم باب الشقه عشان ما يخبطوش عليا وانا باخد دش وعشان نلبس وننزل. كنا في رمضان ساعتها رايحين ننزل نفطر، ففتح لهم الباب وفجاه دخلت من طلعت من الحمام وداخل اوضه وبلبس الجزمه، لقيت اتنين واقفين يا كابتن عاملين لي كده. كنت هموت والله، فعلا والله كنت هموت فعلا. مين اللي بيكسب في لعبه ازازه الميه اللي بتلعبوها؟ لا اكرم توفيق ده مستفز. كريم هو اكرم صعب فيها ملك اللعبه دي، مستفز. لا اكرم صعب، انا بكسب عمر في الشطرنج بس. هو بيكسبني شطرنج. شطرنج بيكسبني شطرنج، وكل شويه يقول لي انت محظوظ. كمان بعد ما بيخسر وما كسبنيش ولا مره اصلا، هو لا يكسب في لعبه الازازه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه على كريم، يعني كريم انا شهادتي فيه مجروحه، يعني هو عارف انا على علاقتي بيه الشخصيه بعيد عن الكوره، يعني هو اخويا الصغير وربنا يعلم معزته عندي قد ايه. كريم من النوعيه اللعيبه اللي انا بحبها يا كابتن، يعني كريم انا هو واجه صعوبات كتير قوي في موضوع اصابته، ولما رجع لعب شويه وبعد كده استبعد ولعب شويه واستبعد. كريم من الناس يا كابتن اللي هي يعني ممكن ما حدش يعرف الموضوع ده، في الاجازات بتاعته بيتمرن لوحده، بينزل بيتمرن، وساعات بيجي النادي لوحده يتمرن، ما حدش يعرف الموضوع ده. ولما عشان كده ربنا بيكرمه، لما بيجي يرجع يلعب بعد شهر ولا شهرين بيتالق تاني، لا وربنا بيكرمه وبيساهم في فوز، في جول، في صناعه هدف، فيجيب جول. فانا بحب النوعيه دي. وبعدين لما بيكون في الملعب قدامي، يعني دي مش عشان خاطر هو، والله العظيم بيتكلم، من اللعيبه اللي انا ترتاح تلعب معاها، ما بتاخدش يعني، في لعيبه بتاخد مجهود تقول لها مثلا تنسجم معاها على طول، لو انا جوه لازم انت تبقى بره، لو انا بره انت لازم تبقى جوه. لا في لعيبه مريح في الملعب، هو من غير ما بتكلم يعني مثلا اول ما بينسى اقول له هنعمل ايه، يقول لي كذا، خلاص الموضوع منتهي. فانا بشكره على الكلام اللي هو قاله ده، وربنا يكرمه ان شاء الله دايما مزيد من نجاحات وبطولات، وربنا يحفظه ان شاء الله يا رب. ربنا وانت حبيب قلبي حبيبي يا عمو. بنبارك لك يا كابتن كريم على بطوله افريقيا، وشفت جمهور الاهلي بعد انتهاء الافراح وهو بيقول ال 13 يا اهلي والدوري اهلي ازاي؟ والله هو كلنا يعني كلنا لما يعني بناخد بطوله او بنفرح ببطوله بنبقى عايزين اللي بعدها، الصفحه اللي بعدها يعني. الواحد يعني ما بيشبعش، انا دلوقتي ليا بطولتين في النادي، يعني نفسي احقق اكتر من كده بكتير يعني.
ان شاء الله. وطبعا ده حق الجمهور، واحنا يعني كلنا بيبقى عندنا نفس الهدف يعني. بنشكرك شكرا جزيلا يا كريم، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه، وبنبارك لك على بطوله دوري ابطال افريقيا. من اللعيبه المجتهده جدا وعندها اصرار. طبعا يا كابتن، زي ما قلت لحضرتك، هو من الناس اللي ما بتشبعش اكيد، يعني عنده شغف على طول ان هو عايز يتمرن يلعب ويكون موجود. لا، وفي التمرين كمان يعني ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه ويكفي شر اصابه، بس اهم حاجه هو وكل اللعيبه على طول بيغل. مش من اللعيبه ان في لعيبه كابتن في التمرين لا، عنده لعيبة دايما، في لعيبه ان هي ما بتلعبش فخلاص ترمي الفوطه. لا، ده بني ادم، عشان كده ربنا بيكرمه دايما، بقولها له بقول له انت وفي كمان حاجه في ان هو يعني ما لعبش، ما دخلش السكور، ما دخلش القايمه، ما بيقلبش وشه وما لا بيستنى الفرصه. لا اصلا انا عشت معاه يعني في معاشره، يخش يصلي ركعتين شكر ويمشي تاني يوم في التمرين، ولا كان في حاجه. ده شيء مهم جدا. استقبال اللعيبه كان مهم جدا، لكن استقبال مارسيل كولر ليك في النادي الاهلي، واكيد جماعتكم مع بعض قاعده في بدايه انضمامك للنادي الاهلي علشان يتكلم معاك، علشان يقول لك الفتره اللي جايه دورك هيكون ايه في الفريق، ايه ابرز الحاجات اللي حصلت في القعده دي ما بينك وبين مارسيل كولر؟ اول كلمه الاهلي قال لي فاينلي، خلاص يعني اخيرا لعيب في النادي الاهلي اخيرا خلاص يعني. بعد كده راح قعد معايا اتكلم معايا، اتكلم معايا في كل حاجه، في ان هو لازم تعرف ان انت داخل على نادي في اولا واخيرا ضغوطات بس ومسؤوليات بس، والنادي ده لازم بيبقى عندهم رقم واحد ورقم مليون زي ما قلت لحضرتك النجاح. مفيش حاجه اسمها فشل، مفيش حاجه اسمها وسط، على طول هو رقم واحد في كل حاجه، فلازم تبقى قد المسؤوليه، ولازم تبقى قد حجم النادي اللي انت جايه، وانا متاكد ان انت على قد المسؤوليه دي، بدليل ان انا كنت مصر عليك سنتين عشان اجيبك، بس هي الظروف ما كانتش مسامحه في حاجات كتيره. فهنلعب بطولات كتيره قوي، اكيد مش هتشارك في كل البطولات عشان انت مش مقيد افريقيا، اكيد هيبقى في وقت ان انا مش هلعبك فيه، عشان خاطر هبقى محتاج الناس اللي هي بتلعب افريقيا لازم تبقى بتشارك باستمرار، عشان خاطر يبقى واخدين حساسيه الملعب وحساسيه المباريات. قلت له ما عنديش مشكله خالص، انا ما عليا ان انا هجتهد وهتمرن، واللعب ده بتاع ربنا ثم بتاع المدير الفني، وهي قناعات. قال لك هتلعب ايه؟ يعني قال لك ممكن احتاجك باك رايت، احتاجك باك ليفت، ممكن احتاجك مساك، ممكن احتاجك وينج رايت، زي ما اقول لحضرتك حاجه بطوله الكاس واحنا لسه هنتكلم عنها امام الزمالك، اقول لحضرتك حاجه بطوله ليك مع النادي الاهلي. اول ما جه قعد معايا قال لي انا شايفك من الناس اللي بتحضر كوره كويس، انا عايز العبك سيرد باك. ده ما كانش فيه باك رايت، وقال لي انا شايفك. لعبت انت مباراه البلديه؟ لا، البنك الاهلي، خلي بالك حضرتك بس. لا، والبلديه لعبت مساك الشوط الثاني، بلديه المحله في ماتش خمسه، ماتش خمسه. كنت موجود في الملعب بالزبط. في المباراه دي واتفرجت عليك بالزبط. بدات باك رايت وبعد كده لعبت مساك باك صح؟ بدات باك ليفت، بعد كده رحت لعب مساك في اخر الشوط الثاني. انا حضرت صح. فقال لي انا عارف انت هتستغرب طبعا، قال لي انا ليا وجهه نظر مختلفه تماما عن اي حد، انا بشوف ان اللعيب ان اللي عنده ان هو كوره كويسه وهادي في الملعب ومش متسرع وبيلعب برجله الاثنين، دي حاجه، ده ميزه كويسه ليا بالنسبه لي، فدي هتحل لي حاجه كويسه في الملعب، غير ان انت بتلعب اصلا باك ليفت وباك رايت وينج ليفت وينج رايت. فدي بالنسبه لي يعني اي مدرب في العالم قال لي كده بالظبط، اي مدرب في العالم بيتمنى يبقى عنده لعيب بالكواليتي اللي هي بيحل له اي لعيب. يعني رقم واحد انا مش بقول ان انا كابتن ان انا بعظم في نفسي مثلا، لا ده دي حقيقه، ولا بقول مثلا ان انا بلعب في اي حته، لكن انا فعلا اي حد بيقعد معايا بيقول لي اللعيب اللي بيبقى يعني بيبقى عند مدرب بيلعب في اي مكان، دي بتحل له ثلاث اربع لعيبه بره الدكه، حتى لو على الدكه. فدي بالنسبه لي دي خلتني ان انا ببقى يعني في كل مكان زي ما كريم قال، في كل مكان بلعب فيه لازم ادي 100% يا كابتن. ما بحبش اقول ان انا لا انا مش بلعب المكان ده. طب اقول لحضرتك حاجه، طب قبل ما تقول، عمر كمال يعني انت لعبت باك رايت ولعبت باك ليفت ولعبت مساك ولعبت نص ملعب ولعبت وينج رايت ولعبت وينج ليفت، المكان اللي بيحبه عمر كمال؟ كل الاماكن، كل الاماكن، كل عايز اقول لحضرتك يعني حاجه بس في موضوع عن البنك الاهلي، لما خسرنا فيه ده
يمكن انا ما الناس كلها قعدت تقول في المؤتمر الصحفي، يعني انا حضرتك عارف انا ما بحبش ولا اعلق على حاجه ولا بشغل بالي بالسوشيال ميديا. انت جاي مكان انت عارف طبيعي، انت مكان تشتغل كله ضغوطات بالظبط. انا لا، انا كمان حد يعني حد قريبي، واحده قريبتنا ماسكه لي السوشيال ميديا كلها بتاعتي. انا ماليش علاقه بالسوشيال ميديا غير هي يعني موبايل والواتساب بس. فانا ما بخش اشوف اي كومنتات، ما بخش اشوف اي حد يعني. لا ما عشان لان طبيعي لو في واحد بيحبك في مليون ما بيحبوكش هينتقدوك، في مليون بيشكروا فيك في واحد هينتقدك، فماليش علاقه بالكلام ده. بعد ماتش البنك الاهلي سمعت ناس عماله بتقول عمر كمال وسبب مش عارف ايه، وانا كنت بلعب سيرد باك مساك. هو انا اليوم ده ما كنتش، الفرقه كلها ما كانتش موفقه، ما كانتش احسن حاجه تمام. انا قعدت مع مستر كولر قبل ماتش زد، يعني ما حدش يعرف الموضوع ده. قال لي انا مش عايزك تبقى مضغوط ومتضايق في ماتش. قلت له انا عايز يحصل اي موقف في الفرقه عشان العب سيرد باك تاني. فراح بص لي كده وبرق لي. قلت له انا عايز العب سيرد باك تاني. قلت له انا عايز العب، مش بقلل من اللعيب، من طبعا مع منعم وياسر ومتولي ورامي، لكن انا عايز اثبت للناس ان انا الحمد لله. انا اليوم ده ما كنتش الفرقه كلها ما كنتش بالظبط، ان انا الحمد لله ما بلعب في اي مكان على قد ما بقدر بدي كل اللي عندي ودي 100%. فانا ما بحبش حد يقول ان مثلا ايه ده ما ينفعش يلعب في المكان ده. لا ما هو انا، طب انا، طب ليه لما ببقى كويس في المكان بتقول ده عمر ده جوكر وبيلعب في اي حته؟ وليه لما الواحد ما بيكونش موفق؟ اصل التوفيق ده بتاع ربنا كابتن في الاول وفي الاخر. يعني ماتش بلديه المحله ده، هو في كره تبقى متشاطه كده عاملها بصدري تروح واقفه لي، مش رايحه في ظهري، فدي بتاعت ربنا، كل الكلام ده بتاع ربنا. طيب هنتكلم طبعا عن مباراه زيد كمان اللي كانت بعد البنك الاهلي، وخدت انت مان اوف ذا ماتش في المباراه دي، وخدت في الدوري ثلاث مباريات رجل المباراه. لكن تعال نشوف يعني كابتن سامي قمصان، واحد من الجهاز الفني، واحد من العناصر المهمه، قال ايه عن ضيفنا عمر كمال عبد الواحد. نرجع نستكمل الحوار مره ثانيه. بسلم عليك طبعا وعلى عمر، وبقول لك طبعا مبروك، مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره والمنظومه كلها، مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي في الاول والاخر. برحب طبعا بعمر واتمنى له طبعا التوفيق، برحب بيه في بيته طبعا يعني، اتمنى ان شاء الله يكون اضافه كبيره لينا، ونكمل ان شاء الله البطولات مع زمايله يبقى مشارك فيها بشكل اكبر. يمكن هو ما كانش معانا في البطوله دي، لكن ان شاء الله البطولات القادمه ان شاء الله يشارك فيها ويؤدي فيها اداء مميز. اتمنى له التوفيق ورحب بيه وان شاء الله موفق دايما يا حبيبي. فنان ده حبيبي. في تواصل وعلاقه محترمه بينك كابتن سامي كان مع عمي كابتن عمرو عبد الواحد الله يرحمه في نادي حرس الحدود. كان كابتن سامي شغال في نادي حرس الحدود مدير فني. بعد كابتن طارق العشري في علاقه من زمان جدا. فهو يعني على علاقه بيا من زمن الزمن. ولما جيت النادي الاهلي يعني من اكتر الناس اللي فرحت لي، ويعني انا مش هنسى كلمه قالها لي قبل اول ماتش لعبته، ماتش بلديه المحله، قال لي انت مش محتاج تثبت لحد ان انت لعيب كويس، العب لعبك الاقل من الطبيعي هتلاقي نفسك كويس. وعلى طول يعني سبورت ليا في كل الاوقات، حتى في التمرين، حتى في الماتشات، بلعب ما بلعبش بيقعد يتكلم معايا، وهيجي لك وقت وهيجي لك دورك وهيجي لك فرصتك. ف يعني علاقتي بيه، لا يعني علاقه مش هقول اب وابن، بس اخ اكبر ليا بصراحه. لعبت كم مباراه في الدوري مع نادي الاهلي لحد دلوقتي؟ كل المباريات ما عدا ماتش الاسماعيلي. ما شاء الله ثلاث مباريات بتاخد احسن لاعب في المباراه. الحمد لله فضل ونعم. مباراه بلديه المحله لا ماتش البلديه وماتش زد وماتش الاتحاد. الاتحاد وزد. يعني عدد ما شاء الله، عدد محترم في ثلاث مباريات، دليل انك انت لا مركز. انا جاي عايز اعمل حاجه مهمه مع النادي الاهلي، حاجه حلوه مع النادي الاهلي، عايز اقدم حاجه لجمهور النادي الاهلي. ما هو يا كابتن لو 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 انا ما كنتش بحارب ان انا اوصل للنادي الاهلي، ما يعني لازم ابقى مركز. وانا مش هعمل كل اللي انا عملته ده عشان خاطر اجي النادي الاهلي واسمي ضيف شرف، يعني ان انا هاجي رايح فين؟ رايح التمرين. جاي منين؟ جاي من التمرين. لا، وبعدين الحمل الكبير اللي عليا، اللي هو الناس عايزاك بقى لها سنتين وبقى لها فتره طويله، وانت تيجي تخذلهم. ايوه. وكمان يعني مدير فني عاوزك سنتين وتيجي تخلي شكله مش احسن حاجه، طب ليه؟ فدي الحاجه الوحيده اللي انا يعني بلعب عليها دلوقتي، ان انا ابقى
على طول 100% في التمرين ادي 100% في الماتش. انا بركز في التمرين هبقى مركز في الماتش. انا مقتنع بان البني ادم اللي هو بيعمله في التمرين هيعمله في المباراه. المواقف اللي بتجيلي في التمرين بستهتر بيها هتجيلي في الماتش هستهتر بيها. فانا على قد ما بقدر بحاول ادي كل جهدي وطاقتي في التمرين. خليني اقول لك على جون الاتحاد. ايه الجون الحلو ده؟ جون صراحه يعني من انا بعتبره من احلى اهداف بطولة الدوري. تمام الحمد لله. تسديدة صاروخية زي ما بيقولوا يعني. الحمد لله. فكرت لما دخلت جوه انك تسدد من المكان ده وتوقعت انها تروح في الزاوية دي بالقوة دي بالحلاوة دي؟ هقول لحضرتك حاجة، أنا أول ما استلمت الكورة ودخلت أول ما دخلت أنا ما كنتش أشوط. أنا كنت هعملها تشيب باس لوسام. أو لأكرم، كان الاتنين قاطعين. والله يا كابتن لقيت نفسي بالظبط كده، لقيت نفسي بعمل كده وببص على الجول بس. جيبوا لنا الهدف يا شباب لو الهدف معانا. معانا الهدف. تمام. يعني بص هتلاقيني انا بصيت الاول قبل ما اشوط، لو رجعها تاني ما يعني ما قررتش ان انا اشوط، هتلاقيني بصيت الاول على اكرم ووسام. على اكرم ووسام قبل ما اشوط، لقيت ان ببص لقيت الفرقه كلها ما حدش بيجي عليا. فهو قرار يعني، هو قرار اتاخد وهي طالعه من رجلي بقى. انا مش عارف ان هي بالقوه دي يعني، انا ما شفتش القوه دي الا لما روحت البيت وشفتها في التلفزيون. ف يعني لا، هدف من الاهداف الحلوه جدا يعني، صعبه جدا على حارس مرمى الاتحاد السكندري. انا بعتبره من احلى اهداف الدوري الهدف ده. انا دي احلى جون في حياتي. في حياتك؟ في حياتي. في مسيرتك كلها. هو وجول منتخب مصر في ماتش تونس. ماتش تونس. لان ده اغلى جون. تسديده برضه. لان ده كان اول جون ليا مع منتخب مصر. الجون الاحلى او الغالى عند عمر، الهدف ده ولا هدف لا بلديه؟ البلديه. ما انا عايز اروح للبلديه برضو، مباراه لا بلديه ومسيره ومتاخر وعايز ترجع بتنافس على بطوله الدوري. خلي بال حضرتك البلديه الماتش ده وانا نازل كابتن سامي قمصان. ايوه يعني وانا جاي فبقيته بيقول لي انت نازل تهاجم وانا خسرين 1-0. قلت له يا كابتن حاضر. قال لي نازل تهاجم وهتجيب جول وهتكسبنا. ده هو باكد عليك، انا مش عايزك تقف ورا. والله يا كابتن قال لي كده. قال لي نازل تهاجم وهتجيب جول وهتكسبنا. الحمد لله يعني ربنا. لا هي بتاعت ربنا يعني. انا في حد يطلع الكوره بسن رجل المدافع كده ووقفت في صدري ما تطلعش بره وتقف لي وانا اخد قرار ان انا اشوط كمان وسط الزحمه كمان. انا بشكر رامي ربيعه حتى في الجول. هتلاقيه في رامي ربيعه بلديه المحل. رامي ربيعه هو وسع لي يعني، لو حد تاني كان ممكن يقف قدامي او يستنى ان انا هعمل رد فعلي ازاي عشان هو يعمل رد فعله. لكن في الجولين حتى يعني، في الجول بتاع بلديه المحله والجول الثاني اللي انا عمل جاي شوطه راحت لمودست. ايوه رامي ربيعه برده جاي في وشي وعمل. طب طب حكايتك ايه؟ ما بتسجل بتصنع في مباراه الاتحاد. مباراه الاتحاد سجلت وفي المباراه دي صنعت، مباراه البلديه سجلت وصنعت. الحمد لله يعني. والله يا كابتن زي ما بقول لحضرتك هي مش مين اللي اداك كمان النزعه الهجوميه دي؟ احنا لما بنسمع كلمه باك، باك ده يعني مدافع بيقف كابتن علي ماهر بيشتت، لكن عمر كمال لا. كابتن علي ماهر. كابتن علي ماهر هو اللي حط فيك النزعه الهجوميه. كابتن علي يقول لي انا ما عنديش لعيب في اي مكان في الملعب جبان. حتى السرد باك. يعني احنا حتى كان كل الاجوان اللي بتيجي فينا في فيوتشر كونتر اتاك، يعني مثلا كان السرد باكين بتوعنا كانوا بيقفوا في نص الملعب، دايره نص الملعب. ومثلا ممكن نهاجم احنا بيوقف اثنين بره على مثلا اربعه عليهم، ما عندوش مشكله. يقول لي طول ما انت بتلعب معايا ما اشوفكش واقف ورا. باك رايت باك ليفت. عايزك طاير. خلينا نروح لاول بطوله ليك مع النادي الاهلي. اكيد بطوله غاليه طبعا، خاصه كمان امام نادي الزمالك طبعا في نهائي كاس مصر طبعا. نروح للبطوله ونتكلم عنها طبعاً. ولكن بعد الفاصل. منورنا على قناه الاهلي. الو. ايوه عارف مين يا عمر؟ كيمو. هو دايما يعني هي دي الكلمه اللي على طول بيقولها لي. ربنا يكرمك ان شاء الله، وانت لسه لحد دلوقتي ما عملتش اي حاجه في النادي الاهلي ولا في منتخب مصر. استقبال جمهور النادي الاهلي لعمر كمال عبد الواحد دايما استقبال مختلف. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمتع بالحوار جدا مع ضيفي الجوكر عمر كمال عبد الواحد. كابتن عمر، قبل ما نتكلم عن اول بطوله ليك، بطوله خاصه كاس مصر امام نادي الزمالك، بطوله عمرك ما هتنساها، خلينا نروح للتليفون ده، معانا تليفون مهم جدا وعايزك انت اللي تستقبل التليفون. قول الو. الو 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 الو. ايوه
عارف مين يا عمر؟ كيمو. يا كابتن كمال. كابتن اسامه منورنا على قناه الاهلي. معانا الكابتن كمال عبد الواحد طبعا، يعني والد عمر وواحد من جهاز الفني للمنتخب مصر السابق اللي حققوا 3 بطوله افريقيا لمصر. منورنا على قناه الاهلي يا كابتن كمال. حضرتك منور وكابتن عمر منور، ومنورين القناه ومنورين النادي الاهلي ومنورين الدنيا كلها. وانا اشكرك على الكلام الجميل والمقدمه الجميله دينا كابتن اسامه يا غالي. حبيبي يا كابتن كمال، عايز اروح ليك في بدايه كلامنا. عمر قال لي حاجه يعني عايزك تاكد لي عليها على الهوا. بيقول لي لحد دلوقتي وانا لاعب في النادي الاهلي، بعد كل مباراه بتخلص ليا مع النادي الاهلي بروح البيت وانا قاعد مع والدي اقول له انا مش مصدق لحد دلوقتي ان انا بقيت لعيب في النادي الاهلي. طيب هقول لحضرتك على حاجه. عشان بس الناس ما تفتكرش ان احنا بنبالغ ولا حاجه. احنا لغايه دلوقتي وحضرتك انت موجود كده وعمر جنب حضرتك وانا موجود، وبرضو احنا الاثنين مش مصدقين ان عمر في نادي الاهلي ولابس الفانيلا الحمراء وبيلعب باسم النادي الاهلي الكيان الكبير العظيم ده لغايه دلوقتي. تتخيل؟ لا ده تصدق، علشان بيلعب وبقى دلوقتي واحد من نجوم الفريق وبقى بيسجل وبقى بيصنع وكمان خد بطولات مع النادي الاهلي. ده الحمد لله وفضل النادي الاهلي طبعا مليء بالبطولات، يعني بعمر من غير عمر، لكن ان وجود ابني موجود وسط الكيان ووسط المحفل الكبير دون النادي الاهلي ده ليه دلالات كبيره جدا جدا جدا، الا وهي ان احنا كنا دايما في حوارات مستمره بيننا وبين بعض انا وهو. ومعانا خلي بالك والدته واخته كمان طبعا دايماً. لسه بنتكلم عن دور الاسره في حياته عموما كمان. دايما كنا نتكلم مع بعض، يعني دايما في حوار كده اسري كده بين الاربعه كده، ودخل فرد جديد طبعا ربنا يبارك لنا فيه زوج ميرنا. فكل نقعد ونتكلم. عمر ايه طموحك؟ يتكلم يقول طموحي كذا 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 كذا، انا عايز اوصل مع النادي الاهلي ده لابعد حته، انا عايز افضل العب في النادي الاهلي ده لغايه اخر يعني اخر نقطه دم في حياتي وفي عمري. ايه رايك النهارده؟ انا كنت كويس، انا كنت اديت كويس، ايه الاخطاء اللي عندي، ايه السلبيات اللي كانت موجوده؟ تتخيل ما بنتكلمش في الايجابيات على قد ما بنتكلم في السلبيات على طول على طول، يعني على طول اقول له حتى هو بيزعل مني. انا بس عايز اسال عمر وهو معانا دلوقتي، بتتقبل السلبيات اللي ممكن الكابتن كمال يقولها لك بعد اي مباراه؟ كنت مفروض تعمل كذا وكذا وكذا. هو عمره في حياته ما قال لي اي حاجه ايجابيه خالص. يا ربنا من وانا صغير كله السلبيات والله يا كابتن. يعني بص، علشان يعني دايما تصلح. استحاله استحاله يعني. بس يعني مامتي بقى كانت بعد ما هو يخش ينام تقول لي والله كان هيجنن طول ما انت بتعمل حاجه كويسه. طب ما بيقوليش ليه؟ قالت لي ولا هيقول لك. كل كلامي معاه احسن واحد. يعني انا حتى اول ما بخش من باب البيت بكون جايب جول وعامل جول مثلا ولا جايب قلب لي وشه كرمش وشه يا حاج في ايه؟ كنت زي الزفت النهارده. طب في ايه؟ في كذا وكذا 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 وكذا. طب والحلو؟ عادي طبيعي لازم تعمل كده، وانت انت لعبت في منتخب مصر ولعبت في بتلعب في النادي الاهلي طبيعي لازم تعمل كده. ماشي حاضر. عمر في حياته ما قال لي اي حاجه ايجابيه. يا كابتن كمال هرجعك سنين ورا شويه، لما عمر مشي من النادي الاهلي وهو عنده 13 سنه، هو قال لك انا هرجع النادي الاهلي تاني وهيدوني فلوس، وهو ولد صغير 13 سنه. وبعد ما مشي من المقاولين قال لي والدي وقتها قال لي ان شاء الله في يوم من الايام هتوصل وهترجع النادي الاهلي وهتبقى لعيب مهم في مصر. ايه اللي شفته في الولد الصغير وقتها عمر كمال علشان تقول له الكلام ده؟ بص حضرتك، انا الكلام ده انا قلته كتير يا كابتن اسامه، بس هقوله لحضرتك تاني برضه يعني بإفصاح كبير. احنا كنا في النادي الاهلي، انا كنت ليا الشرف ان انا كنت في قطاع الناشئين مع خبير يعني رحمه الله عليه مستر كورفر ده. كان هولندي وكان حاجه جامده جدا جدا في قطاع الناشئين على مستوى العالم كله. وانا كنت فرد من افراد الجهاز الفني والجهاز التدريبي. وعمر بالفعل كان من 8 سنين وهو في النادي لغايه فضل مستمر. الاجسام الصغيره في السن الصغير ده ما بتبانش في الوقت دون، بيبقى مهاراته دايما بنعتمد على المهاره دايما، وبنعتمد على الحاجات الفنيه كلها معظمها
والجمل المركبه والحاجات دي، فكانت سهله بالنسبه لعمر في الوقت ده، لان كان جسمه فعلا صغير كده وضعيف شويه، لغايه لما جه سنه 14 سنه بقى مستر كوفر وبدر رجب يعني، وكان محمد وهبه طبعا، قالوا يعني هو مش هيعلى اكتر من كده من جسمه، لان الاجسام بدات تفرق مع عمر في نفس سنه. فطبعا ما كان عليا الا اني ان هو ارضخ للنادي الاهلي، لان انت عارف يا كابتن ان ما فيش حد في النادي الاهلي بيلعب بالوسط، ولا في حد بيشتغل بالوسط، ولا في حد بياخد حاجه بالوسط، كل يعمل بمجهوده بس. فانا كان رد فعلي في البيت خناقه بقى كبيره، انت ازاي بتلعب بتشتغل في النادي وده يمشي؟ لازم هو ما فيش حاجه اسمها عندنا وسط. وبالفعل ركب معايا العربيه وماشي بيعيط، وقال لي والله لا العب، والله لا العب في النادي الاهلي وهرجع هنا بفلوس. هو ما كانش يعرف يعمل يعني ايه يشتروني ولا يشتروني ولا لا، هرجع بفلوس. وقد كان فضل ربنا ان احنا لعبنا، وساعتها على طول رحت رايح برضو نادي المقاولين مع الكابتن حسن شحاته طبعا. قيمه والقامه يعني في التدريب، الراجل ده ما هنسالوش وقوفه معايا يعني صراحه ربنا، هو الكابتن شوقي غريب يعني حاجه جميله قوي. ورحنا نادي المقاولين وخدنا بطولات، قعدت معايا عمر بقى في قطاع الناشئين، وبالفعل تاني 14 15 16 قالوا لي لا برضو جسمه عمر النمو بتاعه جه متاخر شويه. يا جماعه انا راجل بدرس الكوره وبدرس كوره وعارف والجينات وهيجي له وقته، ما عندناش جسم ضعيف، قلت في الوقت المناسب لما الولد يوصل مرحله البلوغ هيبدا جسمه. قالوا لي لا او مش لا او بتاع، وبالفعل مشي. وبرضه قلت له والله ما حد هيكمل في الجيل بتاعك ده في نادي المقاولين الا انت، ومعاه كمان شادي حسين لعيب النادي الاهلي لسه قايل لنا دلوقتي. وبالفعل لو انت حسيت ودورت هتلاقي عمر بس وشادي ده من نادي المقاولين كملوا بعد كده. رحت وديته بقى نادي مدينه نصر ولعب اول ما لعب في نادي مدينه نصر، وقد كان يمكن انا تألق بعدها. حكيت الحاجات دي يعني كان طبعا كابتن كمال عايز اكلمك عن الترابط الاسري لعمر، ما شاء الله في ارتباط كبير جدا باسرته، بالكابتن كمال، بكمان بوالدته، بجدته الله يرحمها. لا ده هي اللي اثرت في عمر. اثنين بجد اثروا في حياه عمر. جدته لامه وكابتن عمرو عبد الواحد اخويا، انت عارفه طبعا. كان في حرس الحدود، مدرب في نادي حرس الحدود. ده للاسف شديد لانهم هم توفوا وعمر كان عنده معسكر وماتشات وما قلنا لهوش. اللي حصل الموت والدفنه والحاجات دي وهو ما كانش موجود ومحدش قال له. دي اللي معانا صورته دلوقتي، دي جدته اللي على الهوا دلوقتي. اتفضل يا كابتن. طبعا دي جدته وامي ويعني حاجه رحمه الله عليها، اللهم اني لا ازكيها، الله في الجنه ان شاء الله، لانها ست يعني ست فاضله. ست فاضله وليها من الخير والفضل بعد ربنا عليا وعلى بيتي وعلى اسرتي، فاثرت في حياتنا كلنا بامانه يعني بجد. عايز اخدك بقى بعد كده اللحظه، لحظه فرح، وهشوفك بعد من المباراه بعد تتويجه ببطوله كاس مصر امام نادي الزمالك وشارك وتالق، بعد ما رجع قلت له سلبيات ولا اخيرا قلت له ايجابيات؟ سلبيات برضه. سلبيات برضه؟ يعني الراجل كسبان بطوله وامام الزمالك واول بطوله ليه؟ هقول لحضرتك على حاجه. احنا في نادي الاهلي متعودين على النجاحات والايجابيات. اسمع بس يا كابتن، لان في حاجات ممكن تكون غفله على الجمهور وعلى الناس. النادي الاهلي ما بيدورش هو خد كام بطوله، النادي الاهلي بيفكر وبيدور هو ليه حصل بفوز في البطوله دي او في الماتش ده. انت خدت بالك احنا بندور على المشكله اللي حصلت، ان احنا ما خليناش خدنا بطوله مثلا دوري الصالات لكره اليد، ما خدناش دوري تنس الطاوله، ما خدنا اللاعب فلان الفلاني خسر المباراه. لكن الطبيعي ان احنا بنكسب، وان الطبيعي ان النادي الاهلي يحصل على بطوله كاس مصر وكاس السوبر وابطال الدوري وابطال افريقيا. اكيد اكيد. عايز اخدك ماشي اتفضل يا كابتن. احنا بندور على عمر النهارده في كورتين، انا بقول لك النهارده في ماتش الاهلي والزمالك بطوله كاس، في كورتين انت ما كنتش 100% فيهم، ايه هي بابا؟ كذا كذا كذا،
وكذا كذا. طب خلاص احنا كتبنا وانا اتحركت. لا لا وهو ايه بقى مش مصدق يقول لي طب انا التحرك بتاعي الجول الاولاني جه لما انا اتحركتك. هو بيقول بقى على حاجه هو عمل. فانا اقول له ايه اكيد انت لازم تعمل كده انت في النادي الاهلي. طيب لازم تعمل كده يعني. لكن خلي بالك جوايا جوايا في فرحه طبعا طبعا للاسف ما بقدرش اخرجها كلها لاني لو خرجتها يبقى احنا هنتوه انا وهو. طب عشان انت بتقول الكلام ده عشان انت راجل اشتغلت في كرة السن كتير فانت عارف دايما عايز تشوفه في افضل صوره وافضل حال. موضوع انتقاله للنادي الاهلي وعمر قال لي قال لي انا كنت مركز في الملعب. قلت لهم الموضوع المواضيع كلها مع والدي لكن رغبتي الاولى هي اللي حسم الموضوع. انا مش عايز اسمع اي انديه اخرى اي فلوس اي كلام. انا رغبتي الاولى والاخيره النادي الاهلي. بص يا كابتن احنا النادي الاهلي كان طريقنا من اول ما خلصنا نهايه العقد بتاعنا من النادي المصري. حلو. دي كانت اتجاهاتنا. وفي بعض من القامات في النادي الاهلي تواصلوا معايا وتواصلت معاهم وعلى امل ان عمر خلاص ده فري وهيلعب في النادي الاهلي. والكلام ده من 5 سنين بالظبط يعني. عمر خلاص قرب لا ده بعد شويه لا قرب كده. فكان المواقف اللي بتحصل بتبعد عمر بطريق غير مباشر يعني غصب عني وغصب عن اداره النادي الاهلي. حلو. واتحركنا ساعتها وما رحناش النادي الاهلي. لكن المره دي تصميم عمر هو اللي خلى في حاجه جوايا ان انا ما اقولش ايه بقى خلاص. هو ربنا سبحانه وتعالى كرمه بنادي مودرن فيوتشر وخد شو كبير قوي وراح منتخب مصر وهو في فيوتشر وخد فلوس كويسه. وانا بشكر من خلال حضرتك اداره نادي فيوتشر على الفتره اللي قضاها عمر. وعلى هو صراحه بعد انتقاله اتكلموا عنه بمنتهى الاحترام صراحه. طبعا لان هم يعني كيان محترم واتولد كبير. فيوتشر اتولد كبير وما زال كبير يعني. تمام. فهم ناس يعني ما بتاثرش مع اللعيبه معاها في اي حاجه. واللعيب ده نمره واحد ويعني ساعد عمر كتير قوي. لكن نهايه عقد عمر انا لقيته جالي بيقول لي في حد كلمني انا عايز اروح النادي الاهلي. خلاص رغبته الاولى هي اللي حسمت المواضيع كلها. ايوه. قال لي بص يا كيمو مع احترامي لكل انديه مصر كلهم قامات كبيره واسامي كبيره وانديه كبيره لكن انا رغبتي نادي الاهلي نهايه مشواري هو النادي الاهلي. المحطه دي النهارده بيقول لي كده المحطه دي يا بابا لازم تكون نادي الاهلي لاني انا هبطل كوره ان شاء الله ربنا يقدرني افضل العب لاخر نقطه عرق في النادي الاهلي. كابتن كمال اخيرا النصيحه اللي انا عايزك تقولها لعمر وهو معانا على الهوا دلوقتي. انت ما عملتش اي حاجه للنادي الاهلي ولا لمصر لسه يا عمر يا كمال يا عبد الواحد. نشكرك شكرا جزيلا كابتن كمال. كانت مداخله مهمه جدا. عمر لسه ما عملتش حاجه. مروح له بس. هو فعلا هو دايما يعني هي دي الكلمه اللي على طول بيقولها لي. يقول لي دعوه كده بيقول لي ربنا يعني يبعد عنك اي حد مسلط عليك نفسك وربنا يكرمك ان شاء الله. وانت لسه لحد دلوقتي ما عملتش اي حاجه في النادي الاهلي ولا في منتخب مصر. ما عملتش اي حاجه في الكوره. تمام. دايما اسمك بالرصاص يقول لي كده. عايز اروح لاول بطوله ليك بطوله كاس مصر. بطوله مهمه جدا بطوله غاليه. يعني اول بطوله الواحد بياخدها وهو جوه النادي الاهلي اكيد ما بينساهاش. ان شاء الله هتاخد بطولات كتير باذن الله. والعداد هيعد زبون. ان شاء الله. لكن بطوله كاس مصر امام نادي الزمالك شاركت في الحدث كان ليك دور مهم جدا. والمباراه دي انت لعبت ايه بقى فيها؟ هاف رايت وينج رايت يعني رايت. من باك ليفت للباك رايت لمساك لنص ملعب. المره دي المهمه هتكون وينج رايت. صح. شفت المباراه دي ازاي وشفت التتويج ببطوله كاس مصر ازاي؟ بص هقول لحضرتك حاجه يا كابتن. انا لعبت كتير قدام نادي الزمالك طبعا. والواحد بيبقى مستمتع وهو بيلعب قدام نادي الزمالك او قدام نادي الاهلي وهو لسه في نادي تاني مش في نادي الاهلي. لكن لما تلعب قدام نادي يعني هو الخصم الاول والاخير في مصر الاهلي والزمالك. انت بتلعب نادي الزمالك
فدي بتبقى بقى موضوع مختلف تماما. بقول فرقتين مركزين جدا قوي والفرقتين عاملين حساب بعض كويس جدا. ف وانا نازل الملعب ما كنتش حاطط في دماغي ان ده نهائي او ان ده ماتش يعني مصيري. لان لو انا حطيت في دماغي كده مشدود بالظبط. فانا وانا نازل يعني كنت هادي جدا. وبعدين اللعيبه كمان وانا نازل الملعب زمايلي في الفرقه حسيت ان انا مثلا بقالي مثلا 30 ماتش بلعب معاهم وانا لسه بيكلموني اكنهم ايه وبيدوروا عليا يعني يلعبوا لي الكوره عشان العب لهم تاني يلعبوا لي الكوره مش اللي هو ان انا واخد جنب. لما لقيت بقى ان الدنيا ماشيه كده حسيت ان في ثقه هو اللعيبه مديها لي وكمان ان مستر كولر يبقى واثق فيا بالطريقه دي وينزلني اول ماتش ليا في نهائي كاس ويلعبني وينج رايت وهو اصلا جايبني باك رايت ده في ثقه كبيره طبعا. وبعدين خلي بال حضرتك الماتش ده انا كعمر انا استغربت الماتش ده كان فيه كريم فؤاد بره هاف وينج رايت وكان فيه رضا سليم بره وينج رايت انا لما بيندهولي قلت انا العب ايه العب ايه يعني ما شاء الله كان محمد هاني ساعتها ماشي كويس قوي وعامل ماتش كويس قوي وكان كابتن علي معلول طبعا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه بالف سلامه يعني ما فيش خلاف عليهم هنزل اعمل ايه انا هنزل العب ايه فلما لقيته بيقول لي هتلعب وينج رايت فاستغربت بس انا لعبتها كتير وجبت جوان فيها كتير فبالنسبه لي كان الموضوع سهل هي بس العقبه الوحيده ان انا وانا نازل ما حطيتش في دماغي ان ده نهائي لان لو كنت حطيت في دماغي كنت ممكن اتشد زي ما حضرتك قلت. واحنا بنتكلم عن نادي الزمالك ونهائي كاس مصر ونادي الزمالك من الانديه الكبيره طبعا من ضمن مراحل انتقالك للانديه انت رحت الزمالك ولكن انتقالك للزمالك كان صوره بس بالظبط انا رحت ما لعبتش في الزمالك لا يعني انت كان طموحك واملك واختيارك الاول كان الاهلي طبعا انا زي ما حضرتك قلت يعني لما مشيت من المصري كان في كلام ده في 2021 كان في حد تواصل مع بابا كان ايام موسيماني لما كان ماسك كنت انا فري بقى يعني انا ماشي من المصري فري خلاص عقدي خلص وما جددتش عقدي وخلاص في ناس بقى تتكلم وخلاص الموضوع هيخلص ومش الموضوع هيخلص وكنت ساعتها بلعب بقى وينج رايت كنت ساعتها تاني هداف الدوري وخلاص وفجاه لقيت الموضوع اتقفل وجي ميكي سوني ساعتها فخلاص لقيت ان اي لعيب في الدنيا بيحب يروح مكان كبير فلقيت نادي الزمالك متمسك بالموضوع فروحت رحت قعدت معاهم 40 يوم فتره بعد أعلى. ما الموضوع كان اتقفل في الاهلي وقتها خلاص خلاص بقى. لكن لو كان جالك الاهلي وقتها خلاص. كانت الرغبه الاولى الاهلي ما هو مفيش يعني مفيش تفكير لان انا طبعا. لما هم كلموا بابا قلت له وكمان انا فري يعني انا مش هتعب حد في حاجه طبعا فلما الموضوع رحت نادي الزمالك قعدت معاهم حوالي حاجه و40 يوم في القاهره وفي اسكندريه معسكر فتره الاعداد فوجئت ان في موضوع القيد كويس موضوع القيد يعني موضوع القيد ده حتى وانا ماشي كان ساعتها ماسك كان كارتيرون تهالي كارتيرون وانا ماشي قال لي انا عايزك تفضل قاعد معايا تتمرن معايا لحد ما نحل الموضوع في شهر واحد قلت له لا للاسف انا مش لعيب موظف قلت له انا واحد بحب العب ماتشات مش بحب اتمرن بس فقال لي الزمالك خد الصوره واحنا خدنا خدنا الاصل خلينا نروح لدور جمهور النادي الاهلي تمام في بطوله كاس مصر امام نادي الزمالك ودايما استقبال جمهور النادي الاهلي لعمر كمال عبد الواحد دايما استقبال مختلف دايما مساند لعمر والله يا كابتن انا زي ما قلت لحضرتك اول ما دخلت هنا الناس دي رعب رعب يعني انا لما بكون في الملعب وبسمع صوتهم وهم بيغنوا وهم بيشجعوا لا ما بتبقاش عايز تبطل مجهود ومش عايز تبطل جري ومش عايز تبطل اي حاجه يعني كفايه ان هما بييجوا يتعبوا نفسيهم يعني في ماتش افريقيا كانت الساعه 8 بالليل جايين من الساعه 10 الصبح ولا 8 الصبح فالناس دي يعني ليهم كل التقدير والاحترام والشكر ودايما هفضل اشكرهم طبعا اكيد. طب تعالى معانا نروح نشوف جماهير النادي الاهلي قالت ايه عن عمر كمال عبد الواحد وبعدها نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل عايز افتح بقى معاك موضوع منتخب مصر طبعا. مهم جدا خاصة عمر كمال عبد الواحد لاعب في منتخب مصر ومن الصعب ان تلاقي لاعب بره الاهلي والزمالك وكان بينضم للمنتخب اسمع ده كله بس هنروح نشوف راي جمهور النادي الاهلي فيك وبعدها نروح لفاصل سريع.
عمر كمان اصلا لاعب كبير جدا وكمان موهوب جدا وكمان في هيساعد دلوقتي الفتره الجايه اللي هو مكان علي معلول. الاصابه بتاعته هتقعد طبعا 6 شهور او ان شاء الله علي معلول يرجع لنا قبل كده باذن الله يعني. بس يعني هو يعني هيبقى مكان علي معلول الفتره دي وان شاء الله هيبقى هيأدي جامد قوي مع النادي الاهلي الفتره الجايه باذن الله. ممتاز والله، صفقه ممتازه وجوكر بيعوض غياب اي حد، باك يمين باك شمال، هاف يمين هاف شمال، اهداف شوت، يعني ما شاء الله اضافه كبيره للنادي الاهلي. كان نفسنا يشارك في افريقيا اكتر بس طبعا هو مش متايد، فكان نفسنا انه يشارك معنا ويفرح معنا بالبطوله كده في الملعب، بس هو موجود وان شاء الله البطوله الجايه يضاف ومع المنتخب ان شاء الله يكون له نصيب في المشاركه في الماتشين الجايين باذن الله. هداف وبيساعد في يطلع هجوم وبيرجع ولياقته البدنيه عاليه جدا، فانا اعتقد ان هو صفقه ناجحه جدا وان شاء الله لما يقيد افريقيا في السنوات القادمه وفي كأس العالم وفي أمريكا والإنتركونتيننتال، فده هيبقى إن شاء الله ليه دور كبير إن شاء الله. عمر كمال لاعب متميز جدا، ودايما النادي الأهلي وإدارته الحالية بيتفننوا إزاي بياخدوا اللعيب الجيد، كمان هو أثبت كفاءته مع المنتخب القومي، فلا هو لاعب عالي جدا وإن شاء الله يكون يحصل يعني تناغم بينه وبين زمايله في الملعب ان شاء الله. لعب كويس وهيبقى اضافه للفريق كله عامه، عشان هو مش بيلعب في حته اليمين بس، هو لعب جوكر يعني، ممكن يلعب في نص الملعب، ممكن يلعب وينج، ممكن يلعب الناحيه الشمال مكان علي معلول لو لا قدر الله كريم فؤاد في اي حاجه، انما هو لعب مميز جدا جدا واضافه للنادي الاهلي. بس هو قبل ما يكون اضافه للنادي الاهلي، هو النادي الاهلي هيضيف له كتير يعني، انت فاهمين ازاي؟ فهو ايه، اي حد لعيب قبل ما يكون اضافه للنادي، هو الاهلي الاول هو اللي بيكون اضافه لاي حد. مفيد جدا للنادي، كان في يعني منافسه عليه كبيره من كذا فرقه كبار يعني، والحمد لله جه النادي عندنا، خصوصا ان هو لعيب يعني جوكر في كذا مكان يعني، مفيد للفرقه وهيفيدنا كتير ومستنيين منه كتير يعني ان شاء الله. الستايل بتاعه جميل حلو قوي سريع يعني، في المواصفات الوينج كويس المحترم يعني. لا 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 طبعا عمر كمال ده مكسب كبير يعني ان شاء الله باذن الله، ويعمل كمان ان شاء الله ماتشات احسن واحسن واحسن. بصراحه اداؤه الفتره اللي فاتت دي كان اداء رائع جدا، انا شايف فيه ممكن يبقى اسطوره للوينج رايت، ممكن كمان يبقى بديل خاصه في فتره الاصابه بتاعت علي معلول. كلاعب جوكر نقدر نعتمد عليه الفتره الكبيره، خاصه ضغط المباريات اللي حاصل دوت، لا لاعب كبير جدا، انا شايف فيه حاجه كبيره ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله. هل يعتبر من اللعيبه المميزه جدا في النادي الاهلي، ويعتبر اضافه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ويمتاز بالحماس والجديه وزي ما بيقولوا كده يعني روح الفانيلا الحمراء، بالاضافه لادائه كدفاعي او اداء كهجومي يعني. وأداؤه جميل جدا في كل الماتشات الاخيره اللي لعبها، وحاسس ان يعني مع مجموعه في النادي كلهم تيم ممتاز يعني دلوقتي. لاعب موهوب له مستقبل ولازم ياخد فرصته، وبالتوفيق ليه ان شاء الله، ولازم اللعيبه كده، ما هو البدايه كده وبعدين مع الوقت بيتحسن ويبقى كويس. عمر كمال انسان كويس جدا وبيأدي اداء حلو، وفي اي موقع بيحطوه بيملى مركزه، وهو اداؤه كويس جدا. لاعب جيد جدا، صفقه جات النادي الاهلي حلوه ممتازه يعني، محتاج اشتراك على طول في الماتشات، وهيبقى هنا وصفقه جيده ان شاء الله ومكسب للنادي الاهلي كتير يعني. عرفت بقى ان انت معاك عمر كمال ابني كبرش نفسك. لا ده ابني فعلا يعني صفاء قلب ما شفتش في حياتي كده. حاجه الامنيه اللي كنت اتمنى تكون موجود فيها نهائي دوري ابطال افريقيا. من الصعب ان لعيب بره الاهلي والزمالك انه ينضم. انت بكره هتلعب بكره ايه؟ كابتن عندنا بكره ايه؟ هتلعب بكره ايه بكره؟ اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن عمر، من خلال التقرير اللي فات وكلام الجمهور عنك، من الواضح ان في حب كبير جدا من الجمهور لعمر كمال عبد الواحد. والله يعني انا بشكره من خلال حضرتك يا كابتن، يعني انا كنت زيهم كده في يوم من الايام، كنت مشجع برضه النادي الاهلي، فعارف قيمه النادي الاهلي وعارف قيمه ان اي مشجع يحب النادي الاهلي ويحب لعيبه النادي الاهلي، فانا من خلال حضرتك بشكرهم طبعا، و
بعد فضل ربنا وحب الناس للواحد ده بيخلي الواحد يبقى بيطلع كل اللي عنده في الملعب الحمد لله على كل شيء. فبشكرهم من خلال حضرتك. عايز اروح لمنتخب مصر عمر كمال عبد الواحد. يعني بيبقى من الصعب ان لعيب بره الاهلي والزمالك انه ينضم، لكن وانت بره النادي الاهلي انت انضميت قبل كده لمنتخب مصر، تألقت. اول مشاركه ليك كانت كاس العرب، تمام، كان مع مستر كيروش، تمام، صح؟ تمام. كلمنا عن الفتره دي وانضمامك لمنتخب مصر. الفتره دي انا كنت بلعب طرف يمين عادي في فيوتشر. حصل مكالمه من حد في جهاز المنتخب، كلم كابتن عبد الظاهر السقا، قال له احنا عايزين باك رايت، احنا جايين نتفرج على الباك رايت عندكم في فيوتشر. لقيت كابتن علي ماهر في التمرين بيلعبني باك رايت قبل الماتش بتاع شرقيه الدخان، وانت بتلعب وينج رايت. فانا في التقسيمه قلت مش مشكله عادي. فلقيته في المحاضره ما قاليش باي حاجه. لقيته قبل الماتش بيوم هو كابتن محمد عبد الكريم، انت بكره هتلعب باك رايت. كابتن ما عندنا باك رايت، هتلعب باك رايت بكره. طيب ماشي، لعبت باك رايت ولعبت باك رايت وجبت جول كمان من احلى الاجوان في حياتي، جول الشرقيه الدخان ده. خلصت، جه كيروش، مستر كيروش كان بيتفرج على الماتش ده. خلصت الماتش، روحت تاني يوم كان عندنا تمرين، ببص لقيت القائمه مبعوته لي على الواتساب، ان انا في القائمه بتاعت معسكر كاس العرب من ماتش واحد. من ساعتها بقى الحمد لله ربنا كرم وفضلت مع المنتخب لحد كاس الامم الاخير ده الحمد لله. وقتها كان الجهاز مستر كيروش، مستر كيروش كان وكان كابتن عصام الحضري وكابتن محمد شوقي، كابتن وكابتن ضياء عبد الصمد، كابتن ضياء ضياء السيد طبعا حبيبي ده. يعني من الناس اللي ليها فضل عليا او فعلا بيتعامل معايا من اب لابنه. يعني وكان على طول بيتكلم معايا وعلى طول حتى زي بابا كده لما بيكون مثلا عامل حاجه كويسه بيقدم لك نصايح دايما. لا بس ما كانش بيقول لي بقى الايجابيات برضه. برضه والله كان بيقول لي الحاجات السلبيات عشان اتصلح، عشان ابقى كويس. وبقى انه بيبقى عارف ان انا عامل حاجه كويسه بس ما يقوليش الحاجات الكويسه. طب قول الو لو غلطت هتاخد مخالفه. الو يا عمور دود. شفت بقى كده براءه. يا كابتن ضياء منورنا، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن عمر كمال عبد الواحد. ازيك يا اسامه، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا كابتن، وحشنا كتير. انت جايب شخصيه عزيزه على قلبي جدا جدا. طبعا انا اتعاملت مع لعيبه كتير واجيال وفي ناس مرتبط بيها جدا، لكن عمر كانت فترته مش عايز اقول قصيره، لكن كانت فتره اولا الجميل فيها ان فتره اكتشاف. ايوه اكتشاف لعيب موهوب ثم يكتمل بالاخلاق الكبيره الجميله الحلوه. يعني انا بحسد كمال على تربيته، بحسده يعني على التربيه الجميله دي. فعمر من الناس اللي انا بضمها في الكشف الكبير الطويل زيك كده. انت من ضمن الناس يعني ربينا يا كابتن ضيا، من اللعيبه اللي بعتز ان انا مرنتهم حبيبي يا كابتن، وكانوا لعيبه كوره كويسه جدا وفي نفس الوقت اخلاقهم عاليه. حبيبي يا كابتن، يعني طول عمركم مثال، وعمر يعني تحديدا مثال ان اي ناشئ ياخده من اللعيبه دي ويتعلم منها يعني. فعمر انا سعيد انه معاك وسعيد بتألقه مع النادي الاهلي تحديدا، وسعيد بانه كان عنده تحدي في كل حته بيروحها. عمر مجتهد جدا، راح المصري اجتهد، راح فيوتشر اجتهد، كل الانديه اللي كان بيروح فيها بيجتهد، وبيتكلمين دايما نجم سواء في الجناح سواء في الباك رايت سواء في الباك ليفت، لان هو مجتهد ومركز في شغله وبيستفيد دايما من كل المدربين اللي بيتمرن معاهم. في فتره الاكتشافات بقى يا كابتن ضياء، الفتره المهمه جدا مع مستر كيروش والجهاز بتاعكم اللي اكتشف لنا لعيبه مهمه للكره المصريه، الفتره بتاعت بطوله كاس العرب لما بداتوا تضموا لعيبه جديده وكان من ضمنها عمر كمال عبد الواحد، كان احساسك ان اللعيب ده اللي احنا جايبينه جديد انه هيكمل معانا في كاس العرب ويكمل في كاس الامم الافريقيه ويكون احد العناصر الاساسيه في منتخب مصر؟ بص احنا النظره الاولى والمتابعه انه لعيب كويس. بعد كده بينضم معانا وبيبتدي يتعامل معانا ويسمع افكارنا. كويس. طبعا في ناس بتكمل وفي ناس بعدت، لو هتلاقي في ناس بعدت من البطوله من بعد البطوله دي او من بعد المعسكر ده.
وفي ناس بتمسك فيها بايديها واسنانها وتستفيد بشكل كويس جدا، وعقليته بقى هي اللي بتخليه يا اما يبعد بنفسه يا اما يكمل. فعمر من ضمن الناس دي، امام كان من ضمن الناس دي، فتوح اكرم كان برضو في 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 بدايه، ناس كتير، مهند، مروان حمدي، كان في ناس كتيره يعني. طب ايه اللي ميز عمر في الفتره دي وقلت ان هو ممكن اللعيب ده يكمل معانا ويحجز مكانه في منتخب مصر؟ عمر ومنعم تحديدا، عشان أيوة. الاثنين كانوا مرتبطين ببعض في نفس التقييم وفي نفس الريسك، يعني الناس كانت بتقول ده ريسك وهم كانوا بعيد، لا قربوا. منعم مشي في سكته بشكل رائع وبشكل جميل. عمر لانه الرهان عليه، لانه كان ما بين انه يلعب ساعات وينج رايت وساعات باك رايت، لدرجه انه بعد ما خلصنا البطوله العربيه كيروش بعتني لعلي ماهر، بعتني وقعدت مع علي واستاذن علي انه طبعا حسب ظروفه يعني ظروف الفرقه انه يستخدم عمر طول الوقت في الباك رايت. كان قبل البطوله الافريقيه، فعلي مشكورا يعني كان متفاهم جدا وبص للناحيه دي بشكل كويس جدا. وعمر واصل له ده، فكان حس ان في فرصه كبيره جدا من خلال المنتخب، لانه عنده طموح كبير وكان عنده طموح يروح نادي كبير وكان عنده طموح يعني عالي جدا، فركز بشكل كبير جدا وادى اداء رائع يعني. وبعد كده هو بيمشي في طريقه بقى يعني، بيمشي وعارف السكه وعارف الشغل الفني بيمشي ازاي وعارف ازاي انه يلتزم بالكلام، فهيبقى كويس. بس هو كان بيجنني قبل كده. في ايه بقى؟ كان بيجنني جدا، بيجنني. يعني عمر راجل مؤمن وجميل يعني، مرتبط جدا بربنا، ربنا يزيده يعني ويباركه. فماسك المصحف، التسخين، دي وقت في مواعيد، في خروج، في طلوع. يا ابني خلص. يخلص من التعويذه بتاعتك دي. هو بتعاود يقول له يا ابني خلصت، لازم يخلص الورد بتاعه عشان ده بيديله السكينه بتاعه في المباراه. الناس نازله في الطرقه وهو لسه ماسك المصحف. فكان يعني حاجه جميله وربنا يكرمه يعني. وطبعا ربنا يكرمه مع نادينا، دي مهمه جدا، وانا شايف بدايه رائعه. النصيحه اللي تقولها لعمر بعد انضمامه للنادي الاهلي يا كابتن ضيف؟ النصيحه اللي انا اقولها له وهو اكيد هيبتدي يعرفها او عارفها، انك لو هويت في تمرينه او كسلت او ريحت، قطر النادي الاهلي ما بيقفش. ايوه صح. يعني خد انت نفسك مثلا، هتلاقي في قبلك في كذا وفي كذا وفي كذا وفي موجود هاني وفي كلها منافسه رياضيه. اوعى تهوي في تمرين او في التزام او في اي حاجه خالص، لانك انت هتلاقي نفسك محتاج وقت عشان ترجع تاني. لكن عمر عنده المقاومات سواء جوه الملعب او جوه التمرين او بره الملعب، فانا واثق انه ان شاء الله ربنا هيكرمه ويعمل حاجه جميله ويكون ويشيل بطولات كتيره ان شاء الله مع النادي باذن الله. كابتن ضياء السيد بنشكرك شكرا جزيلا. يعني انا قلت لحضرتك ده هو يعني في مقام والدي، ويعني دي كل الشكر والتقدير والاحترام. ويعني انا ما شفتش مسانده مع حد يكون لسه جاي منتخب ان هو حد يسانده بالطريقه دي. كان بيتعامل معايا فعلا بطريقه مختلفه تماما، وزي ما قلت لحضرتك دايما كان على طول بيعنفني اللي هو ايه يعني لما تعمل حاجه كويسه، ما طبيعي تعمل كده، انت مش عارف ايه، انت بتلعب في منتخب مصر. فكابتن ضياء من الناس اللي على قلبي يعني غاليين جدا. و يعني انا مش انا كلامي وشهادتي فيه مجروحه، فيعني انا بقوله ربنا يكرمه ويشوف علي ابنه يا رب احسن من اي حد في الدنيا. الله. ان شاء الله يا رب. كان من ضمن الاكتشافات اللي قالها الكابتن ضياء، قال وناس كملوا معانا عمر كمال واكرم توفيق، وانا عارف ان اكرم توفيق واحد من اللعيبه اللي دمها خفيف. تعال نشوف يعني اكرم توفيق وهو بالرغم ان هو متواجد في معسكر منتخب مصر، لكن حريص انه كان يشاركنا النهارده في الحلقه بتاعتنا ويوجه رساله وكلام مهم جدا لعمر كمال. تعال نسمع نشوف اكرم قال ايه، نرجع نعلق على كلامه مره ثانيه. السلام عليكم.
يا اخي ازاي اعرف ان انت طالع في برنامج وما عملكش فيديو؟ طبعا بمس على كابتن اسامه حسني. اخبار حضرتك يا كابتن؟ يا رب كده تكون بخير. عرفت بقى ان انت معاك عمر كمال، ده اخويا وحبيبي وصاحبي والاضافه الكبيره بتاعتنا في النادي. غير بقى ان هو على المستوى الشخصي انا الوحيد يعني اللي عارفه او قريب منه في النادي، شخص يعني من احسن الناس اللي انا قابلتها في حياتي. غير ان هو لعيب كبير، غير ان هو لعيب كبير قوي. وخلاص بقى يعني في ماتشين كده انت خدت فيهم مان اوف ذا ماتش، المفروض كنت يعني المفروض ان انا كنت اخدهم منك اخوي. انا بتمنى لك التوفيق يا حبيبي، ويا رب يديم المعروف والمحبه، واشوفك كده ان شاء الله مكسر الدنيا معانا، وكل البطولات تبقى ان شاء الله من نصيبنا كلنا، وتكون انت مساهم فيها لان انت جدع وراجل وابن حلال وتستاهل كل خير. وان شاء الله يا حبيبي كده لما ارجع كده هقول لك على حاجه في ودنك، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر انا خدت احسن لعيب في الماتش اللي فات. بالتوفيق، ويا رب كده اشوفك ان شاء الله على خير، وربنا يكرمك يا حبيب قلب اخوك، اخويا عمر كمال. من الشخصيات الرجاله الجدعه ده ابني، ده ابني ما تكبرش نفسك. لا ده ابني فعلا، يعني انا بتعامل معاه يعني يعني صفاء قلب ما شفتش في حياتي كده، في حياتي ما شفتش. وبيتمنى للواحد الخير. يعني لما كنت معاه في بطوله افريقيا مع مستر كيروش وكابتن ضياء، لما اتصاب يعني واحد عنده ايمان بربنا مش طبيعي، اللي هو انا ايه المشكله لما اتصاب؟ انا قضاء وقدر يعني. وبعد ما مشي وهو هناك في مصر، انت بتفكر في اصابتك ولا بتكلمني؟ تكلمني ليه؟ ما تفكر في نفسك وتشوف نفسك. يكلمني وخلي بالك واهتم بالتمرين وخلي بالك وهتلعب وهتكسر الدنيا. فده يعني انا ده ما ينفعش بقى اتكلم عليه خالص خالص، ولا كلام هيوصفه ولا هيشكره في حياتي، لان ده حاجه عندي ما تتوصفش ولا تقارن باي حاجه. خطف منك رجل المباراه، رغم ان قول له، انا عايزك تقول له ايه؟ انا ما كنتش متقيد في افريقيا. لا هو حضرتك حاجه، طب هو عارف هو بيقول لك ليه؟ بيقول لحضرتك ليه؟ هيقول لي حاجه في ودني. بعد ماتش افريقيا ببص لقيته هو اللي واخد مان اوف ذا ماتش. ايوه. فقلت له تعالى اقول لك حاجه في ودني. قال لي عارف انا خدت ليه مان اوف ذا ماتش؟ بتقول لي، قال لي عشان انت مش في الملعب. حظك حلو. فعشان كده بيقول، قلت له لا ده تستاهل، هو ربنا يكرمه يعني، ربنا يحفظه ويكفيه شر الاصابه، بس اهم حاجه يا رب. العلاقه الحلوه دي اللي بتجمع اللعيبه ببعض هي دي اللي بتجيب البطوله. والله يا كابتن يعني اوضه اللبس بالظبط، انا زي ما قلت لحضرتك في اوضه اللبس لما دخلت لقيت حاجات كتيره ما كنتش شايفها قبل كده. فدي اللي خلت الواحد يبقى خلاص في سيستم معين همشي عليه، حتى لو في حد بيبقى خارج على النص شويه لا بيمشي على على المنظومه دي كلها والسيستم ده. فعشان كده زي ما حضرتك بتقول دي اللي بتجيب البطولات والنجاحات. بعد كاس العرب، فتره اللي اتكلم عنها الكابتن ضياء السيد، كان فتره مهمه جدا مع منتخب مصر، بطوله كاس الامم الافريقيه. تمام صح كده، في الكاميرون. صح. دي من البطولات اللي تالق فيها بشكل كبير عمر كمال عبد الواحد. الحمد لله. يعني انا زي ما قلت لحضرتك البطوله دي وحجزت مكان اساسي في المنتخب. الحمد لله يعني فضل بعد ربنا طبعا. الماتش ده كان اول ماتش في البطوله نيجيريا، واكرم يا حبيبي اتصاب في اول ماتش وجاله رباط صليبي. الماتش ده نزل محمد عبد المنعم باك رايت. انا هقول بس حاجه ما حدش يعرف الموضوع ده خالص. فانا مقتنع بحاجه، طول ما انا ما بلعبش طول ما ربنا شايل لي حاجه كويسه وبعد عني حاجه وحشه. فخلصنا الماتش، وتاني يوم كان في تمرين للعيبه اللي هي ايه ما كانتش بتلعب في الماتش، مشاركوش. فانا اتمرنت ساعتها كان كابتن محمد شوقي يشاهد على الكلام ده. لقيت الكيروش بيندهلي هو كابتن محمد شوقي ومع المترجم بنفس الطريقه دي. قال لي انا اعرفك؟ قلت له لا. قال لي اعرف والدتك؟ قلت له لا. قال لي اعرف مراتك؟ قلت له لا. اعرف صديقتك؟ قلت له لا. قال لي اعرف ابوك؟ قلت له لا. قال لي اعرف وكيلك؟ قلت له لا. قال لي طب انا جايبك هنا ليه؟ قلت له عشان مش عارف يعني. مين بيقول لك الكلام ده؟ كيروش مدير الفني. والله. فهمي. قال لي انا جايبك، قلت له ما اعرفش. قال لي انا جايبك هنا عشان مقتنع بيك. قال لي من بكره، من النهارده لحد اخر يوم في البطوله انت اللي هتلعب، حلو وحش انت اللي هتلعب. ده الهياك نفسي وبحط لك يعني بديك ثقه. فهو هو قال لي كده ليه يا كابتن؟ لان انا تاني يوم في التمرين بطلع نار في التمرين. باكل الملعب باكل صحابي. ف
راح قايل الجملتين دول. فتخيل بقى لما مدير فني لمنتخب مصر بيقول لحضرتك الكلام ده وانت اصلا ما لعبتش اول ماتش مع انك انت البديل الباك رايت لاكرم ولا محمد عبد المنعم. فطول البطوله دي بقى الكلام ده هو اللي فرق معايا نفسيا طول البطوله. الماتش التاني كان مين يعني قول لنا سيناريو البطوله برضو والمباريات. نيجيريا غينيا السودان بعد كده المغرب كوت ديفوار المغرب الكاميرون. الكاميرون كان الفاينل الكاميرون وبعد كده السنغال. انا خدت انذارين في ماتش المغرب وماتش الكاميرون كان النهائي السنغال ما لعبتش السنغال ملعبتش. لعب امام عاشور هو بقى ما شاء الله عليه. دي برضو من البطولات المهمه اللي انت ما تنساهاش خالص يعني. كان دايما بابا كان دايما يقول لي كان مثلا في ناس من صحابي مثلا يقعدوا يهزروا معايا يا كابتن مصر يقول لي لا انت ولا كابتن مصر ولا حاجه لما تحيي العلم انا اقول لك يا كابتن مصر. لما رجعت من البطوله دي ما كنتش بقول لا انا وقفت والسلام الوطني فبيقول لي مش حاجه مره واحده فبيقول لي فصحابي جايين لي قاعدين معايا بيقولوا لي بيهزروا معايا وبينكشوني قدامه يعني يا كابتن مصر. قال لهم حقه دلوقتي كابتن مصر ده حي العلم خلاص. الفتره دي يا عمر مش متواجد في منتخب مصر طبعاً. لكن انت بتكن كل احترام وتقدير الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام حسن. انت تحت امر منتخب مصر في اي وقت طلبت في اي وقت في اي مركز انت تحت امر المنتخب. الفتره اللي فاتت اتقال كلام كتير في علاقه متوتره بين الكابتن حسام حسن عمر كمال عبد الواحد من قبل كده. فرصه وانت متواجد معنا توضح الامور للناس كلها علشان يبقى الكل سامع. بص يا كابتن انا بس عايز اقول حاجه في النقطه دي لان النقطه دي مضايقاني يعني انا زي ما حلو انك موجود معانا عشان توضح. انا مش من الناس اللي بتحب تطلع على السوشيال ميديا وتوضح اي حاجه ولا بحب اتابع السوشيال ميديا. الموضوع ان الناس عامله وخلقه مشاكل ما بيني وبين كابتن حسام حسن. الموضوع ما بيني وبين كابتن حسام حسن كابتن حسام حسن وانا في اتحاد الشرطه لو انا مش بحبه كشخصه انا كنت في اتحاد الشرطه. ممكن حضرتك تسال مسؤولي اتحاد الشرطه كان جاي لي عروض كتيره جدا انا فضلت ان انا العب مع كابتن حسام حسن. قلت ان انا عايز العب مع كابتن حسام حسن لان انا حابب الراجل ده وعايز العب معاه كويس. ما حصلش نصيب ان انا لعبت شاركتش كتير وحصل ان هو كابتن حسام حسن خلي بال حضرتك كابتن حسام حسن اول واحد هو اللي لعبني باك رايت. فموضوع الباك رايت هو اول واحد لعبني بس لعبني ما كنتش موافق والماتش اللي لعبني فيه كنا بنلعب الزمالك المصري والزمالك وجي من ناحيتي جولين. ف كابتن حسام زعل مني واتضايق مني ان انا ما كنتش على قد اللي هو كان متخيله. فحصل ان هو قعدني استبعدني فتره وكده رحت رايح اعاره الاسيوطي رجعت اول ما رجعت راح اجتمع بيا عشان بس اوضح الصوره للناس. كويس انك بتحكي الحكايه من الاول لان عشان ما فيش حد يعرف الديتيلز دي. رحت الاسيوطي ورجعت كان جاي لي عروض وكان جاي لي ام بي اروح نادي ام بي خلاص مشاكل وكابتن حسام مش موافق انك تمشي و و و انا عايز العب وانا حاسس ان انا هبقى فرصتي مع كابتن حسام بعيده لان انا استبعدت وكابتن حسام شايفني ان انا هلعب باك رايت وانا مش الفتره دي ما كنتش جيد في الباك رايت فقعدنا شويه ورحت محطوط قائمه انتظار. رجع كابتن حسام كنت بتمرن لوحدي رجع جابني كان سأل ساعتها مخطط الاحمال اسمه كابتن احمد سامح قال له عمر بيتمرن قال له قال له جاهز قال له ما بلعبش ماتشات بتمرن بس في الجيم لوحدي فنزلني ايه ماتش قبل الماتش الودي راح ناديه لي في الاوضه عنده قال لي عامل ايه قلت له الحمد لله كويس قال لي انت عايز ايه قلت له حضرتك عايز ايه قال لي انا بسالك انت قلت له حضرتك عايز ايه قال لي انا لو مش جايبك هنا عشان عايزك ترجع تبقى في الفرقه معانا مش هسالك قلت له انا عايز العب مع حضرتك قلت له بدليل ان انا يعني قلت لحضرتك في اول مره جيت فيها اول سنه قلت لك انا فضلت النادي المصري وقلت ان انا عايز العب مع كابتن حسام حسن عشان كابتن حسام حسن مش خاطر ايه عشان انت موجود في المكان بالظبط عشان انا من صغري لان هو كان يعني بابايا كان في المنتخب كان كابتن حسام في المنتخب فانا كنت بشوف الناس اللي هي القيمه والقامه دي فالواحد يعني كمان لما كابتن حسام بقى مدرب انا حابب ان انا كنت العب معاه فما كانش في مشاكل ولا في اي حاجه ساعتها جابني واتصالحنا مش اتصالحنا هو قال لي مش عايزك تتضايق وانا جايبه خلاص هترجع تلعب ايه مكانك ايه طرف يمين قلت له خلاص ماشي مفيش مشكله قال لي جاهز قلت له
كان بلاعتها ساعتها عندنا ماتش ودي والله 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 ولا حرف غلط باللي انا بقوله عشان بس الناس ما تاخدش الكلام وتروح ممنتجاه وتوديه في حته ثانيه عشان خاطر تطلع هي ان هي هي فاهمه كل حاجه. لا مفيش حد فاهم غير ان انا صاحب الموقف. انت صاحب الموقف بالظبط. فقال لي جاهز؟ قلت له جاهز. قال لي طب خش اغير. ما بلعبش يا كابتن، ما بمسكش، ما بلبس كوره في الجيم بس وبجري. نزلت لعبت ماتش ودي كانوا بيلعبوا الناشئين نص ساعه من الماتش والله العظيم يا كابتن. راح نزل لي جايبني من على الخط كده ومسكني قال لي اطلع اطلع غير امشي. والمباراه شغاله، المباراه شغاله. قال لي كابتن ابراهيم كلمه، قال له وحياه ربنا وحياه ربنا وحياه ربنا، قال له يا ابراهيم ده فت احسن من اكتر من اللي بيلعبوا في الملعب معانا. تمام. خدت شنطتي وطلعت خدت دش وطلعت. قال لي بكره تمرينك بكره مع الفرقه. خلاص تمام. اربع ايام وكابتن حسام راح ايه بيراميدز. موضوع ها اقسم بالله يعني. هو ده كل اللي حصل من A to Z. من اول ما جيت المصري والناس قاعده تقول اصل مشاكل واصل. كويس انك انت بتوضح علشان الناس اول مره تسمع. انا بس عايز اقول ان لما انا طلعت في البرنامج مع كابتن سيف زاهر وانا سالت سؤال ايه احسن فتره في حياتك، قلت له فتره المصري احسن اخر سنتين. قال لي ليه؟ قلت له لان اخر سنتين انا لعبت. قال لي يعني اوحش سنتين ان لعيب الكوره ما بيلعبش؟ قلت له طبعا لان ده اكل اكل عيشي ودي طبعًا مهنتي طبعًا. فاي لعيب ما بيلعبش في الملعب على طول. قال لي مين اللي كان ماسك؟ قلت له كابتن حسام حسن. قال لي كان في مشاكل. فهمت بشكل غلط. قلت له كان في، انا كابتن بتكلم، انا من الناس اللي بتكلم بطبيعتي يعني حضرتك ممكن تكون عارفني كويس، انا بتكلم ما بحبش اجمل الكلام وبقول اللي في قلبي على لساني لان لا بحب سوري متاسف يعني لا حد هيحاسبني في الدنيا الا ربنا سبحانه وتعالى. حتى والدي ووالدتي ما لهمش ان هم يحاسبوني الحساب بتاع ربنا. فانا ما فيش حد هيخوفني ولا في حد يخليني انا يمنعني اقول حاجه. فانا كنت بقول ان اول سنتين كابتن حسام حسن قال لي كان في مشاكل. قلت له لا يا كابتن ما كانش في مشاكل بس طريقه لعبي ما كانتش مناسبه لكابتن حسام وكنت انا بلعب هاف رايت وينج رايت وكابتن حسام لعبني باك رايت ما كنتش موفق. فمن ساعتها استبعدني. ده كل اللي حصل وخرج مني. ناس بقى عماله بتقول تحور الكلام اصل عمر كمال اتخانق مع كابتن حسام، اصل عمر كمال قال لكابتن حسام وكابتن حسام قال لعمر. والله طب خلينا في دلوقتي يا عمر، يعني ما فيش اي خلافات طبعا زي ما انت بتقول خالص والله العظيم، انت بتكون كل الاحترام والتقدير لجهاز المنتخب طبعا وتحت امر المنتخب في اي وقت طبعا طبعا في اي وقت. لان الواحد لما بيبقى يعني متطلب ان هو يخدم بلده ويبقى يشرف بلده دي حاجه تخليه دايما كبير. وان انا بشوف ان اي خلافات في الكوره ما بين ما بتحصل كتير خلافات مدرب بين لعيب ورؤساء انديه بين مدربين دي طبيعي ووارد وحضرتك عشت الكلام ده طبعا كتير طبعا. لكن انا اصلا في الاصل ما فيش مشكله ما بيني وما بين كابتن حسام، هما الناس هي اللي فعلت المشكله، فعملت مشكله من لا مشكله، عملت موضوع وحورت موضوع وهم ما يعرفوش الاساس اللي هو لسه انا حكيه دلوقتي اللي هو كان كل حاجه حصل ما بيني وبين حسام حسن كابتن حسام حسن خير قبل ما يروح بيراميدز. موضوع منتهي ما فيش اي حاجه، بدليل ان انا كان كل ماتش بلاعب كابتن حسام حسن بروح اسلم عليه. طب هو انا لو انا في مشكله ما بيني وما بينه، انا كابتن من شخصيتي لو انا متضايق من حد استحاله اديله وش يعني استحاله ابقى بوشين، انما من ظهرك مش طايقك ومن قدامك اسلم عليك وحبيبي لا لا ربنا اللي هيحاسبني مش انت. أكيد أكيد. فانا كل ماتش بروح اسلم عليه، اتحاد السكندري كنت بروح اسلم عليه، ماسك بيراميدز بروح اسلم عليه، ماسك سموحه كنت بروح اسلم عليه. لو كلامك دلوقتي انت معانا على الهواء خلاص ده يعني، وانا مفيش حد جابرني يا كابتن ان انا اقول الكلام ده ومفيش حد يخليني ان انا اقول حاجه انا مش عايز اقولها، بدليل ان انا قلت كل حاجه اللي في قلبي على لساني قلته على طول. خاصه ان علاقتك بكل المدربين وكل زمايلك علاقه محترمه بالزبط. جدا وان شاء الله الفتره الجايه يعني كويس انك انت طلعت ووضحت الامر ده، الفتره الجايه ان شاء الله تكون متواجد في مكانك الطبيعي بأمر الله. بعد تالقك الواضح في مع النادي الاهلي بامر الله يا كابتن ان شاء الله تكون متواجد في المنتخب خلال الفتره يا رب. شرف ليا طبعا ان متواجد في اي وقت، ودي طبعا دي قرارات وقناعات كابتن حسام وده قراره الاول والاخير وانا يعني بحترمه ما يعني انا مش من الناس اللي هي تعلق بقى على القايمه لا خالص، بالعكس هي دي كوره. في يوم هتبقى كويس وفي يوم هتتاخد وفي يوم هتبقى كويس ومش هتتاخد وفي يوم هتبقى وحش وهتتاخد، فما عنديش مشكله خالص. وقت فراغك بعيد عن التمرين بعيد عن المعسكرات عمر بيعمل ايه؟ بيت قاعد في البيت على طول بس. مش من نوعيه اللعيبه اللي بتروح وتتنطط لا 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 لان انا قلت لحضرتك انا من صغري مرتبط باهلي جدا يعني انا حياتي كلها والدي والدتي واختي قبل ما تتجوز، حتى اختي لما تتجوز اتجوزت قاعده جنبنا برضو، فعلى طول احنا مع بعض على طول، هي عندنا احنا عندهم. فانا الكوره ما فيش وقت كتير ان انت تبقى ليك وقت فراغ، ما فيش وقت كتير ان انت يبقى ليك وقت ان انت تخرج وتسافر.
فيوم ما باخد اجازه بحاول على قد ما بقدر ان انا ما بشوفهمش ما بقعدش كتير معاهم، فباخد على قد ما بقدر اجازه بسافر معاهم اقعد معاهم في البيت نخرج مع بعض، فدي حياتي يعني كوره واسرتي بس. لما بتمشي في الشارع جمهور الاهلي بيستقبلك ازاي في الشارع؟ لا ما ما بعرفش امشي والله يا كابتن، والله ما بعرف امشي فعلا يعني انا الناس دي يعني بصراحه الحب اللي هم بيحبوه للواحد ويعني بيأثر فيه بيخلي الواحد فعلا يحس انه عايز يديلهم كل حاجه يخليهم فرحانين، فبشكرهم ودايما هفضل اشكرهم ان هم دايما سبورت ليا في كل الاوقات. يعني كان نفسك تكون موجود في مباراه فاينل افريقيا الاهلي والترجي وتاخر شويه كنت اتقيدت في القائمه الافريقيه؟ والله اول ما روحت ايوه بابا بيسالني بيقول لي ايه شعورك، قلت له شعوري، قلت له طبعا دي حاجه بتاعت ربنا اراده طبعاً. ربنا بس اول مره في حياتي اكون يعني بتمنى ان انا اكون موجود في ماتش. قال لي للدرجه دي؟ قلت له لا، قلت له الناس الجمهور رعب. رعب رعب. انا كنت قاعد في المدرجات في فوق فوق الدكه لا يعني عايز ان انا ابقى في الملعب، مش عايز ابقى متفرج، مش مستحمل، مش قادر، مش عارف اقعد على الكرسي. فيعني الناس دي بصراحه ملهاش حل. يعني دي الحاجه الامنيه اللي كنت اتمنى تكون موجود فيها نهائي دوري ابطال افريقيا. هو ده. بس ان شاء الله جايات اكتر باذن الله. باذن الله نهاية. خاصه الجيل ده يعني ما شاء الله، انت بتتكلم على 5 نهائي افريقيا توصل للفاينل منهم خدت 4 بالزبط. لو الجيل ده خد البطوله الثالثه على التوالي هيبقى عمل اعجاز. جيل ذهبي فعلا. جيل ذهبي طبعا. ان شاء الله ربنا يكرم، ان شاء الله يبقى في مزيد من البطولات باذن الله وتكون حضرتك معانا فيها باذن الله في كل الاوقات. كاس العالم للانديه اي لعيب بيجي النادي الاهلي حلم تلعب كاس العالم للانديه، خاصه انت كنت قريب من كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت وكنت هتكون موجود لكن الصفقه ما تمتش، لكن انت داخل على بطوله الانتر كونتيننتال البطوله الجايه واول مره هيشارك فيها النادي الاهلي 2025 ان شاء الله تكون متواجد فيها، وكاس العالم للانديه طموحك وحلمك وانت داخل على بطولات لاول مره هتشارك فيها مع النادي الاهلي. والله يا كابتن انا كل طموحي وحلمي كل ما افكر بقول ان انا عايز ابعد لابعد مسافه وابعد حدا مع النادي الاهلي. يعني ابعد حد على مع النادي الاهلي ان انا اوصل له، يعني نحقق مركز مثلا ما اتحققش قبل كده. يعني طموحك تروح لمركز يعني كان اقصى اكبر مركز ثالث العالم. ثالث ما مش عايز تلعب اقصى التالي الثالث دي. يعني مش هكدب على حضرتك طبعا الكرة في العالم غير الكرة في افريقيا طبعا. فمش هقول ان احنا ليه لا ما ناخدش بطولة كاس العالم طبعا. طبعا ده اي حلم اي لعيب في العالم ان هو ياخدها طبعا. بس عايز اكسر حاجز التالت رابع ده، عايز اوصل لابعد حدا، فربنا يكرم ان شاء الله واحقق اللي انا نفسي فيه ان شاء الله. باذن ان شاء الله يا رب باذن الله. ما ينفعش الحوار بتاعنا ونعدي مستر كولر المدير الفني اللي عنده ثقه فيك كبيره جدا طبعا. يعني حتى برغم مباراة البنك الاهلي وما كنتش موافق فيها لكن عنده ثقة كبيرة جدا. عمر كمال يلعب في اي مكان دايما نصايحه ليك، دايما اهتمامه بيك. عايز يعني تكلمنا عن مستر كولر، خاصة ان الراجل ده ما شاء الله عامل بطولات طبعا. عظيمة، بطولات كبيرة مع النادي الاهلي، من المدربين المجتهدين جدا اللي بيذاكروا دايما التفاصيل كل مباراة، دايما ما شاء الله محقق نجاحات كبيرة مع النادي الاهلي. بص يا كابتن هقول لحضرتك حاجة، هو دايما بيتكلم معايا ان انا زي ما حضرتك قلت هو عنده ثقه فيا، دي كلمه دايما يقولها لي، يقول لي انا عندي ثقه فيك، انت مش واثق في نفسك، انا لو انت مش واثق في نفسك الثقه دي انا واثق فيك. يعني مش بيخليني مضغوط. يعني كل ما بيتكلم معايا يقول لي انا عايزك تلعب اكنك بتلعب في التمرين، مش عايزك تحط ضغط على نفسك، مش عايزك تحط ضغط الجمهور، ضغط النادي، ضغط البطولات، العب براحتك والعب اكنك زي ما كنت في نادي بتاعك القديم بتلعب براحتك وخد حريتك، انا لا هضغطك ولا حد هيضغطك ولا من اللعيبه هتضغطك، بالعكس اللعيبه دي كلها هتساعدك وانا هنساعدك. فالراجل لما زي ما قلت حضرتك قبل كده كيروش كان بيتكلم معايا بالطريقه دي، هو بيتكلم معايا بنفس الطريقه، بيخليني ان انا واخد حريتي في كل حاجه، واخد حريتي في الملعب، مش حتى لو عملت حاجه في الملعب غلط ما بيعنفنيش، بالعكس ده يسقف لي بيقول لي اعمل كذا، ويجيب دكتور خالد المترجم يقول له خلي عمر يعمل كذا، بكل هدوء وبكل يعني حب واحترام. فصراحه بشكره على الثقه اللي هو دايما بيديها لي، ويعني مش عارف اقول له ايه بصراحه، ربنا يكرمه. احنا ناقص لنا السنه دي بعد الاهلي السنه دي اخد دوري ابطال افريقيا، اخد الكاس ان شاء الله الدوري شاركت فيه واخدنا السوبر المصري ان شاء الله، ناقص لنا بطوله الدوري ان شاء الله، دي اصعب بطوله في حياتي. ايوه
طموحاتك مع النادي الاهلي في الدوري السنه دي؟ دوري ما فيش، هو الدوري ان شاء الله هيكون في الجزيره. لا ان شاء الله، يا لان خلي بال حضرتك اقول لك حاجه، برضو حتى لو جمهور النادي الاهلي بيفكر دايما في افريقيا، عنده النادي الاهلي لازم الدوري ده جدا طبعا، يعني ما بيخرجش. يعني انا زي ما اقول لحضرتك مثلا ايه، الدوري في الجزيره، يعني مثلا اقول لحضرتك ايه، داخل على القعده السلام عليكم، لازم تخش على القعده تقول ترمي السلام وترمي التحيه طبعا. فالنادي الاهلي بالنسبه له دي حاجه اللي هو اول ما بتدخل الدوري يا الدوري رجالة. يا اهلي او الدوري يا رجاله. يعني بقول لحضرتك بعد ال 12 قال لك ال 13 في الاستاد واحنا لسه ما احتفلناش. فهم عندهم موضوع الدوري ما هم مش شاغلين بالهم بيه، لان هو عادي بالنسبه لهم، مش زي افريقيا الدنيا بتبقى صعبه وضغوطات وبتلعب بره مصر وبتلعب في افريقيا وفي ملاعب مش كويسه. فالدوري عند النادي الاهلي بالنسبه له يعني ما فيش لا خلاف عليه. واحنا النهارده يعني وصلنا لنهايه حلقتنا، محضرين لك مفاجاه حلوه جدا. مفاجاه؟ مفاجاه حلوه. تعال شوف معانا المفاجاه ونرجع نعلق عليها. ماشي. كابتن اسامه حسني حبيبي، يا رب تكون بخير. طبعا يا كابتن، النهارده لما عرفت ان عمر كان مع حضرتك النهارده فحبيت اوجه له طبعا رساله. عمر من الشخصيات المحترمه ونضيف طبعا، وربنا يكرمه ان شاء الله في الفتره الجايه باذن الله كده معانا. وعايز اقول له ما تفاجئ الجون بتاعه اللي جابه طبعا. يمكن عمر من ساعه ما جه النادي معانا وهو ما شاء الله مركز في شغله ومركز في كل حاجه، ودايما يعني احنا من زمان واحنا اصحاب او اخوات مع بعض يعني على طول. ودايما اشوفك كده ان شاء الله مره ناجح باذن الله وتكسر الدنيا. ربنا يكرمك اخويا ان شاء الله، وهتوحشني شويه دول. ربنا يكرمك عموره، ربنا يكرمك ان شاء الله عمر كده معانا. وبصراحه هو شاف شغله بيتمرن كويس، لما بنكون عايزينه في الملعب بيبقى موجود على قد المسؤوليه. وربنا يكرمه ان شاء الله، ودايما مكسر الدنيا كده عموره. وسلام للحاج والحاجه حبيبه عموره. واحد من نجوم الفريق ورساله مهمه من المتالقين في الفتره الاخيره. ده واحد ده جزء من العيله ده. ده من العيله فعلا، من عيله عمر كمال فعلا. ده جزء خامس من العيله يعني. ده لا ده حاجه تانية خالص. ده امام طفل. مش بيبي كده، تتعامل معاه يعني صفاء قلب واللي في قلبه على لسانه، وطيب وجميل وحنين جدا وراجل جدا وجدع جدا، مركز في الملعب عشان كده ربنا كرمه الفتره اللي فاتت. وعنده طموح يا كابتن مش عند حد، وعنده ثقه في نفسه مش عند حد. وغير كده انا في البيت عندي يعني مامتي تقول له انت الحيله انت الصغير لسه جاي اخر العنقود. فيعني ربنا يكرمه ويوفقه مع المنتخب ان شاء الله ويحفظه، بس اهم حاجه من الاصابات دي اهم حاجه باذن الله. وربنا يوفقكم ويكرمكم كلكم كجيل ما شاء الله، جيل محترم يعني في النادي الاهلي. واحنا بنختم حلقتنا معانا بعض الصور هنعرضها لك دلوقتي، وعايزك توجه رسائل قصيره لكل صوره هتظهر لنا دلوقتي وهتشوفها معانا على الهواء. في البداية الكابتن محمود الخطيب. يعني شكرا على كل المجهودات اللي حضرتك عملتها معايا، و يعني مهما اشكر حضرتك مش هوفي حضرتك حقك. وشكرا على اللي حضرتك بتعمله مع النادي الاهلي ومع الجمهور، والتعب اللي بتتعبه والمجهود اللي بتبذله عشان خاطر تفرح الناس وتفرحنا وتوفر لنا كل حاجة. يعني ربنا يدي حضرتك الصحة، ودايما في تألق وفي نجاح، ودايما مشرفنا في كل في أنحاء العالم. الصورة الثانية مستر كولر. يعني متشكر على ثقته ليا ومتشكر على دعمه ليا دايما، و ان شاء الله على قد ابقى على قد المسؤوليه، وان هو مديها لي وان هو راسمها ليا، وان شاء الله ما اغزلوش ابدا، ودايما في نجاحات وتالق، وهو يستاهل كل النجاحات اللي هو فيها دي لان هو مدرب
على اعلى مستوى وعنده خبرات وفاهم، يعني مدرب بقاله فتره قصيره في النادي في مصر وفاهم الدوري المصري عامل ازاي وافريقيا عامله ازاي، فيستاهل كل حاجه وان شاء الله في مزيد من النجاحات. الصوره الثالثه بركه حياتي طبعا، كان معانا الكابتن كمال مداخله دي بركه حياتي. مفيش كلمه توصفها غير ان هي بركه حياتي. يعني دي والده الكابتن عمر كمال دي عينيا وقلبي ونفسي وظهري وسندي و كل حاجه. يعني مش هقدر اقول لها غير ان ربنا يحفظك ليا ويديك الصحه ودايما كده تفضلي منوره حياتنا انا واختي وبابايا. الصوره الاخيره ده اول واحد بشرك في ال ده اخويا قال لك مبروك يا اهلاوي. ده اخويا مش صاحبي. ده اخويا، ده من اكتر الناس اللي الناس بتقعد تقول بتاع لقطه ومش بتاع لقطه. الراجل ده مش كده، الراجل ده بيتعامل بقلبه واللي في قلبه على لسانه، والراجل ده من ارجل الناس ومن ارجل الشخصيات اللي تتعامل معاها في حياتك، ومن اكتر الناس اللي تقف جنبك في محنتك قبل فرحك، ولو انت في فرح ما يجيلكش يجيلك في ضيقتك. وابتدى معاك المشوار وانتوا صغيرين وصاحب صاحبه صاحب صاحبه معنى الكلمه، وابن اصول ومن بيت كل اصول. يعني بقول له ربنا يخليك ليا ودايما تفضل جنبي وفي ظهري يا كهربا، ويا بخته اللي صاحبه كهربا واخوه كهربا. شرفتنا ونورتنا. طيب اخر صوره معانا ده حبيب قلبي ده يعني يا كابتن عايز اقول لحضرتك حاجه، من اكتر اللعيبه اللي شفتها في حياتي عندها امكانيات مش طبيعيه، بس الظروف اللي هي الاصابه تبعده شويه وعدم مشاركاته، بس يعني ده قريب من قلبي قوي ودمه خفيف جدا ما يبانش في الملعب وما فيش حد بيفهمه. يعني هو حتى هو بيتكلم هو مثلا متضايق وبيتعصب بيقعد يضحك. يعني حتى كان في انترفيو بعد الماتش كان على بين سبورت وبيتكلم، بقول للمذيع انت انا عارف انت مش فاهمه بس انا فاهمه، هو يقول لي انت مش فاهم حاجه انت كمان مش فاهم حاجه. فده جميل وربنا يكرمه ان شاء الله وحقق بطوله، هو كان حلمه انه يحقق بطوله مع النادي الاهلي. ربنا يكرمه، بني ادم جميل وانا بحبه جدا وان شاء الله دايما في نجاحات. اخيرا الويست الفلسطيني وسام ابو علي ده بني ادم بيور كده. من اللعيبه البيور اللي هي تحب تتعامل معاها وتحب تتكلم معاها، مثقف جدا وجميل جدا ومجتهد جدا، ونادر لما تلاقي لعيب محترف مش من بلدك بيتمنى لك الخير، ونادر لما تلاقي لعيب على طول بعد كل جول بعد كل ماتش بتعمله بيبعت لك تهنئه، حتى لو مش مكالمه بيبعت لك رساله. فانا بتمنى له كل خير ومبسوط ان هو يشرف بلده وبلد فلسطين في المنتخب، وربنا يا رب يفك ازرهم ويعفو عنهم يا رب ويحفظهم من كل سوء من كل شر. وانا بقول له بحبك وربنا يكرمك في اللي جاي ان شاء الله. وفلسطين ما بتجيبش غير الرجاله والابطال. طبعا طبعا شرفتنا ونورتنا يا كابتن عمر، استمتعت بالحوار معاك جدا النهارده، شرفتنا في قناه النادي الاهلي، ودايما متالق وان شاء الله نستضيفك مره ثانيه وانت كسبان بطولات كتير وكتير مع النادي الاهلي. يا رب يا كابتن ان شاء الله، ومتشكر على الحلقه اللي انا ما كنتش عايزها تخلص، اول مره اكون مبسوط كده مع حد بالطريقه دي، وحضرتك تستاهل كل خير ودايما في نجاحات وتالق ودايما كده يا كابتن متبشر بالخير ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيفي الجوكر عمر كمال عبد الواحد، ان شاء الله تكون حلقه مميزه معاه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا والى اللقاء.